مساء الخير، نرحب فيكم. مساء الخير، نرحب فيكم في ندواتنا الرمضانية. وحابين قبل ما نبدأ مع الأستاذة فوزية نعرفكم بالمشروع اللي الجمعية دشنته مؤخرا كفاكي صمتا، وهو مشروع نقدم استشارات قانونية مجانية مع الأستاذة المحامية فوزية. نقدم أي استشارة حق النساء والفتيات بخصوص قانون أحكام الأسرة اللي أو اللي عندها قضايا في المحاكم بالنسبة للطلاق أو النفقة أو غيره. إحنا مؤخرا وقعنا اتفاقية مع الشبكة القانونية للنساء العربيات اللي تمثلهم في البحرين الأستاذة فوزية، هي عضو مجلس إدارة في الشبكة. بموجب هذه الاتفاقية بتقدم لنا محاضرات وندوات وورش عمل تخص قوانين المرأة. ومن ضمن الاتفاقية اللي هي تقدم لنا استشارات قانونية مجانية للنساء. وإحنا بهذه الاتفاقية اللي سويناها بدأنا نروح المجالس والمواتم والتجمعات النسائية على أساس نسوي قراءة في قانون أحكام الأسرة الموحد اللي صدر مؤخرا، نوضح حق النساء بنود القانون، لأن كثير منا يمكن ما يعرفون حق القانون هذه وشنو البنود اللي تحتوي وشنو الفائدة المرأة بتحصل من هذه القانون. الأسبوع اللي طاف كنا في الحد وقدمنا الحضانة المشتركة بين الزوجين، واليوم الأستاذة فوزية بتكلمنا عن الطلاق الآمن اللي هو الطلاق والخلع في قانون أحكام الأسرة الموحد اللي صدر مؤخرا. تفضل أستاذة فوزية. أول شيء رحب بكم، مساء الخير، سامحوني على التأخير. أولا بس بقيت أحب أوضح حق أستاذة دينا، ما في في القانون عندنا قانون أحكام الأسرة الطلاق الآمن، بس احنا بنتكلم عن انواع الطلاق ونبقي نوصل للطلاق الامن اللي احنا قصدنا فيه، انه في القانون ما حطوا الطلاق الامن، بس احنا بغينا نتكلم عن الطلاق الامن شلون يكون الطلاق امن. احنا بنتكلم عن انواع الطلاق، بس انا بعرف من اللي عارف شنو الطلاق وشنو الفسخ، الفرق بينهم والخلع يعني قصدك، يعني اي واحد يعرف عن الطلاق يقولي شنو الطلاق. طلاق اللي يطلقهم بالأول مرة، طلقة ثاني مرة، ثالث مرة، الطلاق شلون يقع الطلاق؟ الطلاق الآمن اللي هو يتفق الزوج والزوجة على صيغة معينة في ظل القانون الجديد، كل من يأخذ حقه وبهدوء يطلقون، هذا الطلاق الآمن. إذا بس شنو الطلاق؟ الطلاق إيه؟ الانفصال خلاص. إيه. الزواج على الزوجية بين الطرفين. أوكي. يعني الطلاق هو الانفصال. انفصال. علاقة زوجية. أوكي. إنزين. في حد يعرف يقول لي أنواع الطلاق؟ يعني كل طلاق يسمونه طلاق؟ في حد يعرف يسمى أنواع الطلاق؟ في خلع اللي هي تنازل المرأة عن كل حقوقها بحيث الناس تحصل على الطلاق. أوكي. وفي طلاق اتفاق بين الطرفين. يعني احيانا طلقه واحده اتصور كذي يعني اي صحيح اي واحيانا يكون مره واحده ثلاث طلقات ما ادري يعني هل بنسمع يعني تقصدين الخلع هذه نوع من الطلاق هي حق المراه اي صحيح الخلع حق المراه وباقي الذلاك اللي هو كله الطلاق حق الزوج وحق المحكمه راح نتكلم شنو الطلاق اللي المحكمه اذا شافت ان المراه تستحق المحكمة ممكن تطلق من غير ما الزوج يطلق، يعني القاضي لا حق يطلق حتى لو الزوج مو براضي. حالات. أي يعني هو في العصمة في يد الزوج، واللي نعرف إن الزوج هو لازم يطلق، بس في حالات إذا المرأة يعني صارت عندها هذه الحالات ولجأت للمحكمة، المحكمة إذا شافت هذه الأسباب اللي هي عندها تستحق الطلاق المحكمة تطلقها، هذه يسمونه الطلاق عن طريق المحكمة. والطلاق الثاني اللي هو في يد الزوج اللي يقولها انت طالق، احنا نعرف بعد احنا انواع الطلاق هذه، بس اللي تقصدون اي نوع من الطلاق، طلقه بائنه ولا طلقه رجعيه، هاي بنتكلم عنه. احنا نتكلم عن انواع الطلاق، فقلنا المراه لها حق واحد بس اللي تخلع، وبنتكلم عن السني وعن الجعفري. في السني اذا المراه تبي تخلع
هي عليها ان هي ترجع المهر في حدود المهر. في الجعفري اذا الزوجه تبي تخلع اذا كان الزوج وياها اثنينهم ما يبون بعض يروحون متفقين ترجع المهر. اذا كان الزوج مو براضي ولازم يكون في كره. اذا الزوجه كارها الزوج وما تبقي لازم الزوج يطلب منها بدل بالمبلغ اللي هو يبي. حشون بتقول المبلغ اللي يبقي؟ نفترض دائما اكثر شيء في الجعفري يحطون قران المهر مالهم قران ولا يكون مبلغ بسيط دائما. هاي اللي احنا تمر علينا الحالات اكثر شيء انا تمر عليه 16 دينار. فمستحيل لما يبي يطلق الزوج في الجعفري يقول لها اعطيني 16 بطلقك. مستحيل يستحيل. فاذا طلع مثلا الضرر من الزوج وهو اللي كاره يطلب بس المهر اللي نفترض 16 ياخذ 16 2000 ياخذ 2000. اذا الزوج مو بكاره والزوجه هي ما تبقي اي مبلغ يحطه. هذه احنا اللي عندنا المشكله ان اي مبلغ يحطه. تفضل. اذا عشره طويله 30 سنه عسام مليون سنه بعد نفسه ماله 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 يعني ماله مقياس المبلغ والقاضي ما يتدخل. انا اقصد كمهر يعني انه مطلوب انه يدفع 16 دينار رأيت. انا اتكلم عن قياس سنين بعد نفس الشيء نفس الشيء وما زلنا ما زلنا لحد الحين العقود اللي تجينا الحين من شهرين 3 16 بس لما تتطلق يطلب 20,000. هذه اللي انا قصدها. وكان اقول لك اذا زين متى يكون الزوج كاره في الجعفري دائما اذا احنا نشوف ما بقول الكل ولا بعض احنا بنقول يعني في بعضهم صراحه ايون يطلقون حتى على دينار. وعندي حالات يقول لك انا لان عشت معاها عشره عمر وقعدت وكلت وشربت معاها ويابت عيال وعندي عيال منها كارهتني بدينار. لازم تخلع لازم تبذل الخلع يعني لازم تبذل شيء او تتنازل عن شيء. يعني ما يصير تقول انا حق القاضي كارها وابي اطلقه خليه يطلقني يقول لي انت طالق. ما يصير يعني لو تتنازل عن دينار او تتنازل عن نفقاتها لها نفقات هي سابقه ولها نفقات عده. في الجعفري ما يعطون نفقه متعه بس نفقه عده. ممكن تتنازل عن نفقه عده او نفقات اللي لها يعني هي المراه تستحق كل شهر نفقات. مثلا قعد سنه ما اعطاها 6 شهور ما اعطاها اذا تبي تخلع تقول له انا بتنازل عن 6 شهور نفقات اللي لي وطلقني. في بعضهم يوافقون في بعضهم لا. الاغلبيه لا يقول اذا انت تبي تخلعين لازم تحطين لنا مبلغ. احنا اليوم نبي نتكلم عن هاي المشكله الطلاق الامن. يعني دائما يجينا في الجعفري نشوف فيه ظلم حق المراه. ومثل ما قلت مو بكل الازواج شينين لا في ناس زينين وفي ناس انا اقول يعني في نص منهم. فاحنا نبغى نتكلم عن طلاق الامن اذا هو يا يبي يطلق وهو كاره وما يشتهيه وما يبغيها بس المشكله لما تقول بطلق يحط مبلغ 7,000 نتأخر بعد أسبوعين يقول لك 15,000 وهاي تواجهنا ونقول حق القاضي متفقين وكافي مسج وقال لنا 7 وبيوا قال لك لا القاضي هو يحط 15 أنا مالي حق إن أنا أطلق. تدري أنت شرحين لنا بعد من النفقة لين وين وتوصل مثلاً وتتوقف النفقة حق من حق من يعني إذا إيه؟ سن علي إن يدفع نفقة يعني إيه تقصد لما يطلق لما يطلق إيه بيدفعها إيه إيه ويوفر لها مسكن أي نعم أي نعم أي نعم يسكنها في البيت أي نعم أو يحط لها شقة أي نعم. أنا أتكلم عن النفقة إلى أي سن وتوقف النفقة. أوكي طبعا النفقة بتستمر الولد لما يشتغل والبنت لما تتزوج أو تشتغل. يعني الأب يصرف عليهم مدى طول هالفترة إذا اشتغل توقف عن النفقة. صار 30-35 سنة عمره حتى في وقت ما يشتغل ولا إذا بعد صار في سن التكسب وإذا هو ما يبي شغل يثبت إنه ما يبي شغل. صار 26 خلص جامعة ما حصل شغل أنت تصرف عليه. يعني في ذي السن مو شرط إنه خلص جامعة لازم إنه خلاص توقف النفقة. إذا ما درس جامعة وهو متقاعد الشخص ما قدر يدرس عيالي يدخلهم جامعة. لا أنا أقول لك يعني سن 26 يكون متخرج حتى لو ما درس ما كمل ما في وظيفة. يعني ولده يتم من وين يحصل نفقة؟ لازم يصرف عليه لازم يصرف عليه لما يشتغل والبنت لما تتزوج. هذه طبعا في السن في الجعفري الاثنين ينفق عليهم لما يتزوج. يعني حلو يقعد الولد حاطرين على ريد لا بس اذا انت محصل له شغل شاقله تجي له نفقه كل شهر لا تشاقله لا تشاقله اذا في شغل شاقله لازم تحصل له شغل. الابو لازم يسعى له للشغل شاقله. اذا هو متمرد مثلا ما يشتغل ما يحب يشتغل
ترى في حالات وايد استاذه انا مار في هالاشياء دي وعارفه من كذي، بس تعرف المبلغ اللي يعطونه ترى 30 دينار. شلون 30 دينار؟ يعني 30 دينار بيقعد بي، لا يحكمون ب 50. اي ده هو الولد والله يعني نادرا استاذ نادرا. هو الولد يعني اذا بيشتغل بيشتغل سواء كان مع الوالدين او منفصلين، فهي المشكله هي يعني على حالات احيانا، لان انا مر علي الحالات وشايفها وعايشه. ولد ما يبي يشتغل، قاعد كسول في البيت يلعب بس بلاي ستيشن، يبي امه تعطيه حتى لو هي مطلقه، بس يبي الام تعطيه، او يقول اذا الابو قاعد يعطينا فقط خلاص ضمن 50 دينار كاتيله ويقعد يدبر محمد الام. انا اقدر اثبت لك حالات. ايوه انت ممكن شوف اذا في حالات كذي استثنائيه ممكن القاضي ياخذ فيها. يعني الولد وصل 30 سنه وما يبي يشتغل، وفي اشغال كل اشغال يقدر يشتغلها مثلا، ممكن اذا راح حق القاضي وقال لنا مثلا وصل 30 وما يبي يشتغل وثبت، القاضي ما يعطي. يصير حتى الابو يقدر يرفع على العيال يطلبهم نفقه لما العيال يشتغلون. بعد في ابهات لحد الحين ما يدرون، يقدرون يرفعون على الابناء سواء البنات او الصبيان، بعد يطلبون نفقه مثل ما درسهم وشقلهم اي وقت انه هو تقاعد وراتب التقاعد ما يكفي وعياله رواتبهم زينه، يرفع دعوه وتعطي المحكمه. راتب الولد ايه من الولد او من البنت او من العيال. في ابا عندهم عزه النفس، في ابا عندهم عزه النفس يقول انا لا اضرر ولا اخذ عشان ما اخذ جميله، بس دي الشرع يقوله. الشرع يقوله بس عزه النفس هذا حق الاعراف شيء. اي اي لا مذهب جعفري ما يصير. ليش؟ الصيح. ما يسوون الأشياء كلها ما يقبلون. لا الأبو لازم على حد لأن ذي شرعا. الأبو يسوي ولا شيء. على الشارع. العيال. الأبو يرفع على العيال. ياخذهم ياخذهم أما يلتزم بفلوس مستحيل. شلون يعني يلتزم؟ يعني ما يعطيه نفقة. إذا طلق المرأة والله شوف هذه ما يلتزموا بنفقة. إذا في تنفيذ. شيء بسيط. في تنفيذ يروحون يحبسونه يسوون عليه قاب. لا اشتكى ولا اشتكى قطعناك، بس خلينا الحماس شوي. لو سمحت استاذ فوزي، نعم الحين اذا الزوجه طلبت الطلاق وعندها ولدين يدرسون، طلبت الطلاق هل يصرف عليهم؟ احنا بنفهمكم شيء، الطلاق ما له دخل في العيال ولا في نفقه العيال. حتى يعني دائما واحد يقول لي مثلا ايه تبي تخلع، ليش انا اسلمها نفقه؟ ليش انا اعطيها سكن وهي طالبه الطلاق؟ الطلاق بس حق المراه، ما لها حق هي تتنازل ولا عن نفقات ولا عن سكن، لان ذي مو لها. حتى السكن اللي بتقعد فيه تقعد مؤقت، السكن مؤقت والنفقه حق العيال مؤقته مثل ما قلت لكم، ليه ما يدرسون ويتخرجوا يعني هما في الجامعه، والذي اذا ملتزم بدراستهم يواصل في الدراسه، ما له يعني عياله ما لهم حق. حتى هي الاول في الجعفري اذا الزوجه تبي تطلق قبل القانون الموحد كان في شرط تتنازل عن العيال والزوج يطلق، المحكمه تاخذ بذي الشرط حتى لو كان رضيع. يعني انا من القضايا اللي عندي حتى سنه ونص سنتين ما كمل حولين تبي تتطلق تتنازل توافق. يا القانون الجديد الحين في الجعفري منع ان الزوجه تتنازل عن العيال وعن حقوق العيال، حقوق العيال نفقاتهم والسكن، هاي ما لها حق الزوجه تتنازل عنهم عشان الابو يطلقها. فلها حق، يعني هي تطلقت ما تطلقت حق العيال محفوظ، تطلقت خلعي ولا تطلقت قضائي ولا عن طريق المحكمه ولا واتفر، الحق العيال بيوصلها. يعني دائما يصير عندنا لبس يقول لك هي طالبه الخلع، ليش اعطيها بيت؟ ليش اعطيها نفقه؟ في الجعفري وفي السني. هاي الحكي في الجعفري وفي السني، بس عندنا في الجعفري يختلف الطلاق الخلعي من السني. المراه في الجعفري اذا في السني اذا تبي تخلع مثل ما قلت لكم المهر. الجعفري اذا طلعت الزوجه هي اللي كارها، اي مبلغ يحط الزوج لازم تدفعه، اي مبلغ. وهذه عندنا مشكله فيه لان القانون ما حط لنا حد، يعني ما قال مثلا مصاريف الحفله نفترض 10000 دينار وياب اصرف حط العشره، قال القاضي يلا خذ العشره وطلق، لا يحط 10 مالت الفندق والاكل ويحط 15 بعد يبقي فوائد، يحط بعد خمسه ثانيه بعد هو اضربه في راسه بدون نقاش. فالقاضي ما يعني انا كذا قاضي قعدت معه وقلت له ما عندكم سلطه، قال احنا مو في يدنا ان احنا نطلق وما نقدر نتدخل، ما نقدر. قلت له ما تقدرون تسوون شيء؟
يعني انا عندي 62,000 دفعنا له عشان طلق. والله العظيم الاثنين انا على الاثنين استاذه. واذا في بعض الحالات العوائل هي اللي تدفع حق الزواج لبنتهم. نفس الشيء يطلب الرجال ما يصير انه يدافع الحفله كامله كل شيء. العائله دافعه في بعضهم الجمعيه تدفع لهم، جمعيه تعطيهم مهر، جمعيات خيريه والشبكه جمعيات خيريه، والزوج يطالب بالمبلغ اللي دفعت الجمعيه والشبكه اللي دفعت الجمعيه ونراجع له. يعني يوني قلت من الجمعية الشبكة والمهر، الجمعية جمعيات يعني متعاونة معطينهم إياه، وهو يطلب المبلغ اللي دفعت الجمعية وتراجع له. هذا كلام صالح. وفر لها سكن وخلاها في البيت عنده. إيه نعم. والريال متأذي منها كل يوم وتشتمه ويسمعها. يفضل. ما يقدر يوفر لها سكن مرة إيجار. أوكي. ومخليها بشقة من الشقق. إيه. وهي كل يوم تشتمه. شو يسوي؟ ردي روحي بس يشتكي؟ يشتكي عليها من حقه. هذه سبقه كل يوم يروح يشتكي وليه ما تحول نيابه واشهر. هاي حقه. انا اقول ان اي خلها تكمل الاستاذه فوزيه النقاط اي كامل وبعدين نخلي لها. زين هاي تكلمنا الحين عن اللي بنتحكى فيه الامن اللي هي نقصد فيه الطلاق الخلعي في الجعفري. بس عشان يكون الرؤيه واضحه. بس احنا بنقول انواع الطلاق بين الجعفري والسني متماثلين نفس الشيء، بس اللي العلل ما عندهم في الجعفري. بنتكلم عن الشقاق، بنتكلم عن الهجر، بنتكلم عن الحبس، بنتكلم كله بيكونون تقريبا متشابهين، في اشياء بسيطه مختلفين، للعلل ما في. الطلاق للعلل اذا كان الزوج مريض والزوجه تعلم فيه انه هو مثلا في عله قبل لا تاخذه، من حقها انها ترفع دعوه وتفسخ. اذا كان علاج يعني عقب سنه بيتعالج، مثلا احنا هو مريض وياب تقرير، هذه يبغي له سنه عشان يتعالج. اذا بقى له سنه ويخلص علاج القاضي بعد يعطي سنه ما يطلقها، يقول له بعد سنه عشان يشوف اذا برا من دي المرض او لا. اذا ما برا من حقها هي تطلب الطلاق. اذا خذت الزوج وهي تدري انه هو مريض، عندها خبر يعني انه هو مريض، لها حق انها تخلع، ترجع له المهر وتخلع، يعني درت انه مريض ووافقت انها تاخذه، ترفع دعوه تخلع منه. بس اذا ما كانت تدري ومريض وما تدري عنه، يعني هو ما خبرها، يعني هو مثل ما احنا نقول خش عليها انه هو مريض او اهله ما قالوا. مثلا هي ساعات واحد معوق يكون ذهنيا يعني عنده مثل ما تقول انفصام في الشخص، مش انفصام اللي يكون تخلف او يكون مو شرط يكون عقله اقل من اصغر من سنه. ذي وايد تجينا قضايا ان مثلا الزوج من برا والزوج من هني، ويروحون يعقدون والزوجه ما تدري عنه، فتواجهنا هذه المشاكل لان هي ما شافته وما قعدت معه وما سالت عنه. مثلا يروحون ايران ويتزوجون من ايران، ياخذها يخطبها ما يقعد معاها يمكن ساعه ساعتين ويرجع. لما تيجي البحرين تكتشف انه هو ذهنيا مريض، فلها حق انها هي تطلب طلاق وتطلقها المحكمه على اساس انه هو. عليكم السلام. هاي في ذي الوقت احنا نقول ان الاهل خشوا على المراه على اساس يبي يزوجون ولادهم فخشوا عليه. لا من حقها المحكمه تطلقها، بس اذا هي داري انه هو مريض وخوافقت عليه لها الحق انها هي تخلع. يعني المحكمه ما تطلقها لان هي درت انه هو مريض وقالوا لها معوق وخذته. وافقت، قالوا لها مريض الاهل، قالوا لها عندك كذي، قالت انا ابي انا بتزوج يمكن انا عندي انا يشفى، فاخذته. وتدري اذا تبي تطلق تروح تخلع منه، ترجع اللي عطاها اياه. وهني هو بعد يقدر يشرط زياده المبلغ؟ لا ما يقدر. لا لان هي إيه. بس حسب لان هو مريض. اي هاي لان نتكلم طلاق للضرر او للشقاق. دي عندنا شويه في اختلاف بين السني والجعفري. في الماده 98 قلت للزوجه طلب التطليق للضرر الذي يتعدى معه دوام العشره بين الزوجين. للزوجه طلب التطليق اذا هاجرها زوجها كليا او تركها معلقه بدون عذر.
على القاضي بذل الجهد لإصلاح ذات البين. يعني إذا اثنين عندهم شقاق يبي يطلقون في الجعفري في السني لازم يبذلون الصلح، يحاولون يصلحون بينهم. إذا عجز القاضي عن الصلح يفرق بينهم أو يطلقهم. إذا لم يثبت الضرر واستمر الشقاق بين الزوجين، المادة 99، الشقاق بين الزوجين تعذر الإصلاح، عين القاضي حكمين من أهل الزوجين إن أمكن، وإلا فمن يتوسم فيهم القدرة على الإصلاح أو ذو الاختصاص، وذلك دون الإخلال بمادة 89. إذا صار في شقاق، شقاق إنه يعني ما يبون بعض، قاعدين في البيت وما يحاشون بعض. في يمكن تسمعون إنه في زوج راقد في الميلس وزوجة قاعدة ويا عيالها، أو قاعدة هي في غرفة وهو في غرفة. هذه ما متزوجين بس يسمون فيهم شقاق. يعني ما يقولون حق أحد، عندهم بروتوكول مثلاً ما يسمح لبعض إنهم يقولون مطلقين، بس هم مطلقين. يعني ما يحاشون بعض، ما يطيقون بعض، بس يأدون واجب. هذي تربي عيالها وذي ربي عيالها ويصرف على البيت وكل واحد قاعد في غرفة. هاي يسمون بينهم شقاق. فإذا يودي للمحكمة القاضي يحط حكمين، حكم من أهلها وحكم من أهله. يبون تقرير، لازم الزوج يقعد مع واحد والزوجة تقعد معها أو يقعد معها واحد. يبون تقريرهم للمحكمة. المحكمة تأخذ التقرير حكمين. إذا ما عندهم حكمين لا هي ولا هو يحطون حكم من المحكمة. ساعات يجون أجانب مثل مغربية غير بحرينية ما عندها، فالمحكمة تحط لها حكم من المحكمة. ذي الحكم لا حق إن هو إذا شاف إن واحد منهم مريض يحط تقرير حق القاضي. يعني يقعد مع الزوج ويلقى عنده انفصام في الشخصية مثلاً. إحنا ساعات تجينا قضايا الزوجة تقول أنا ما أبي لأنه شكاك. أنا الشكاك ذي ما أقدر أثبته، صعب إن أنا أقدر أثبته حق القاضي إنه هو شكاك ومطفرها، يعني يراقبها وراها بالسيارة كل مكان، بس أنا ما أقدر أجيب هاي الأشياء حق القاضي لأنه يقولك هذه مو طلاق يعني مو ضرر. فلازم ذي الشيء يقعد معاه من الحكم. الحكم هو يقعد معاه يستشف ان ذي الشخص مريض. من الأسئلة انت اشتبي منها، والله هي تروح العرس انا لاقيها مو في العرس، تطلع من الأسئلة يبينه مريض. فيجي حق القاضي حط تقرير يقول انا مثلا شفت الزوج مريض وما قدرت اخذ منه. القاضي له حق انه يحوله الى طبيب نفسي ويثبت اذا هو كان مريض او لا، يعني ذو الاختصاص او اخصائي اجتماعي. فهذا الشيء زين ان احنا دائما نروح نشتكي، وساعات مو يكون الزوج مريض، ساعات تكون الزوجه مريضه ونفس الطريق الزوجي يشتكي ان زوجه مريضه فيها وفيها وما نقدر نثبت هاي الاشياء. فهاي الحكمين يحطون هاي الاشياء لين وصلنا ان مثلا السبب الرئيسي احنا ما عندهم مرض. هاي تحكينا عن مرض، الاثنين ما عندهم مرض بس دي عندها مشكله. ايه هي السبب ان الزوج بيطلقها؟ يعني ايه سبب المشاكل؟ فإذا طلعت هي سبب المشاكل شو يسوي القاضي؟ يقول لها رجع المهر حقه، ترجع المهر حقه ويطلقها. إذا طلع هو سبب المشاكل والزوجة ما لها مشكلة ما عندها أي مشكلة بس الزوج يطلقها وما يأخذ منها شيء. في الأردن عندهم في الشقاق في تعويض، إذا الزوجة تطلقت والسبب من الزوج يطلقها وما يأخذ المهر ويعطيها تعويض. إحنا ذي الشيء ما عندنا، يقول لك لأن صابها ضرر ومنه هو، إحنا ذي ما عندنا. فهاي الأشياء اللي إذا الزوج، وبعدين مو شرط أن ترجع المهر، يعني مثلاً 50% الزوجة متسببة مو بمئة في المئة، المهر نفترض 4000 ترجع 2000، مو شرط ترجع كله، على حسب الضرر. يمكن طلع منها ضرر بسيط ومهرها 4000 ترجع 1000 دينار حق الزوج، في ضرر منها بس يعني يقدر القاضي، مو شرط ترجع كله. في الشقاق مو شرط ان ترجع المهر كامل، على حسب نسبة الضرر اللي سببته حق الزوج يقدر القاضي. وهذه من اللي يسوي الحكمين، حكمين يحطون التقرير ويقولون مثلا هي عندها مثلا وفر لها بيت هي ما تبقي تي مثلا، هو مثلا عندها ديون هو اخذ منها قرض ما رجع لها. فهو يحط ليه ما يوصلون من اللي متسبب في المشاكل، من اللي عنده المشكلة واللي القاضي لازم يطلقهم، من الزوج ولا منها هي. ففي هذه الحالة إذا طلع كل المشاكل من الزوج يطلق من غير ما يأخذ شيء، ما يأخذ ولا شيء بس يطلق، يعني مو بخلع ولا دي بس يسمونه للشقاق، يطلق من غير ما يأخذ المهر، يعني يسمونه طلاق للضرر، واسمه تحت طلاق للضرر اللي هو في الشقاق. هذه في السني. طبعا بس في الجعفري لازم يكون في تفويض حق الحكمين،
حق التطليق وحق ياخذ الزوج البدل من الزوجه. يعني الحكمين ما يصير يقعدون مع الاثنين الا لازم يكون في وكاله. يعني الحكمين ياخذون تفويض، يعني لازم الزوج والزوجه يفوضون الحكمين. في السن ما في، يعني انا احط حكمين اجيب مثلا حتى جاري بحط حكم، احط اخوي حكم عادي. الحكمين اللي في الجعفري لازم الزوج يفوضه، لازم يسوي له تفويض، ما يقدر من نفسه، لازم بتفويض منه حق الطلاق والزوجة عشان البدل. هذا الفرق بينهم، بين السني والجعفري. يعني مو تفويض من المحكمة، لا من الزوج ومن الزوجة يفوضوا، مو حكم ماله بس لازم يفوضه. يعني بيوقفوا إياه بشف له؟ لا عادي لازم يجيب حكم من أهله. لا قصدي يعني اذا عنده مشكله ما بقول انه عنده مشكله، لان توقف صفه. هو كذي، هو لازم تفويض. ما في عداله، ما الفرق انه بس في تفويض. هو نفس الشيء، حكم من اهله وحكم من اهله. في السنيه ما في تفويض، وفي الجعفري في تفويض. لازم يكون في تفويض، الحكم لازم يكون مفوض من من الاثنين، من الزوج ومن الزوج. بس كل الصوبين كل واحد يشف الثاني، يعني معناته يضلون في دوامه ما يخلصون. إنزين، في الطلاق لعدم الإنفاق في السني، إذا الزوج ما ينفق والزوجة رفعت عليه دعوة وراحت تنفذ وما كان عنده دخل، ولا كان عنده مثلا ما يقال شنو المشاكل، أو أنه هو معسر وما بين أنه هو ليش ما عنده، وحكموا عليه وما نفذ وما نفق على الزوجة، لها الحق أنها تطلب الطلاق. يعني حاولت مع بكل الطرق ما قاعد، يعني هو مو بالقاضي دي يطلق، لازم يكون في حكم نفقة في محكمة التنفيذ. يعني في محكمة ما مثلا في قاضي يحكم بالنفقة وتروح محكمة التنفيذ، إذا يتحق محكمة الكبرى تبي تطلق تجيب ما يثبت من محكمة التنفيذ إن هي صار لها فترة منفذة في الحكم، هذي الزوج ما قاعد ينفق عليها، فإذا ما نفق عليها المحكمة تطلقها. بس إذا ونفق المحكمة ما تطلق. وبعد إذا كان معسر تعطيه فرصة، تعطي مثلا 3 شهور على اساس انه هو اي ويدفع. في الجعفري اذا كان الزوج هاي في السني، اذا امتنع الزوج الحاضر عن الانفاق على زوجته وليس له مال ظهر ولم تثبت اعساره الزمه القاضي بالنفقه. اذا امتنع فللزوجه طلب التطليق، اذا امتنع في التنفيذ، يعني مو به امتنع في 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 الطلاق، يعني لازم هو عنده حكم عليه من قبل وممتنع عن النفقه، فتقوم المحكمه تطلق ويطلق القاضي عليه وللزوجة أن يتوفى يتوقع التطليق بدفع النفقة الواجبة. إذا هي دفع ما يصير فيه طلاق. هاي في الاثنين، في السني في الجعفري. يعني هي مشكلتها أنه ما ينفق، إذا عقب فترة هي دفع وثبت حق المحكمة أنه هو قاعد يصرف فما في صرف. نفق لفترة محدودة ورد. ترجع مرة ثانية تثبت، أهم شيء تثبت الشغل. وإذا أثبت الزوج عسارة وكان قائبا في مكان معلوم أو محبوسا وليس له مكان ظاهر، أمهله القاضي مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز على 6 أشهر يؤدي نفقة المذكورة، فإن لم ينفق طلقه القاضي. هاي نفس الشيء، إذا كان قلت لكم معسار إنه هو مثلا فنش، صارت ظروف مالية ما عنده، في هالحالة القاضي يعطي من شهر ل3 شهور، لازم إيه يدفع. إذا ما دفع بعد نفس الشيء لها الحق إنه يتطلق الزوجة ويطلقها القاضي. إذا كان الزوج قائبا أو في مكان مجهول وليس له مكان مال ظاهر، طلق عليه القاضي بلا أمهال، وذلك مع مراعاة الفقرة الأولى من المادة 108. إذا كان قائب ومكانه مجهول وما له مال ظاهر، يعني مثلا مو في البحرين وما عنده مثلا راتب تقاعدي، دورت عليه زوجة ما حصلت فيه لا راتب ولا تدري مكانه ولا تدري في أي هو في أي مكان، رفعت دعوة حق القاضي يطلقها لأنه هو قائب ما له مكان، مكانه مجهول وليس له مال ظاهر. يعتبر الطلاق طبقا لاحكام الفقره السابقه من هذه الماده طلاقا رجعيا، يعني هذا ما يكون طلاق بائن، يكون رجع، يعني يطلقها القاضي طلقه اولى وممكن في العده يرجعها الزوج، لو رجع ممكن يرجعها. لو انتهت العده ممكن يرجعها بشنو؟ بمهر جديد وعقد جديد. في الطلقه الاولى الرجعيه ممكن يرجعها في العده، وممكن بعد العده يرجعها بمهر وعقد جديد. واذا هي ما وافقت؟ لا بمهر جديد لازم موافقتها، بس الرجعي بدون موافقتها. اذا في العده 3 شهور ممكن يرجعها حتى لو مو براضيه هي، حتى لو مو موافقه، بس اذا بيرجعها بمهر وعقد جديد لازم تكون هي لازم توافق. اذا حتى لو كان مثلا مسجون بسهوله يطلقونها سنه سنتين؟
احنا احنا في هذه للهجر مكان مجهول. لا بنرجع حق السجل وفقا للجعفري، اذا امتنع الزوج الحاضر عن الانفاق على زوجته وليس له مال ظاهر يمكن الانفاق منه عليها الزمه القاضي بالنفقه. اذا امتنع فللزوج طلب التطليق ويطلق القاضي عليه، وللزوج ان يتوقع التطليق بدفع نفس الشيء. اذا كان ما عنده مال وعطى مهله القاضي ويا فيها ودفع، القاضي ما يطلق. يعني هو في طلاق عدم الانفاق بس اذا يدفع نفس الوقت القاضي ما يطلق. يعني ذي في السني والجعفري نفس الشيء. التطليق للقياب والفقدان، اذا كان واحد غايب او مفقود، المفقود اللي ما لا يدري عنه، والغايب اذا كان مو موجود مثلا في البحرين برا البحرين. للزوجة طلب التطليق للضرر بسبب قياب زوجها المعروف موت، يتعرف مثلا عايش في السعوديه بس ما قاعد يجي البحرين نفترض، او مثلا قطري قاعد في قطر، زوجها معروف موطن او محل اقامته دون عذر، ولو كان ولو كان له مال يمكن الاستيفاء النفقه منه، ولا يحكم لها بالطلاق الا بعد انذار الزوج اما بالاقامه مع زوجته او نقلها اليه او طلاقها. يعني مثلا اذا كان الزوج بحريني عايش في السعوديه والزوجه تعرف عنه انه هو في السعوديه، فلازم تنذره يا انه هو ايه ياخذ زوجته يوديها السعوديه تعيش معاه، يا انه هو يقعد معاها. فهالاثنين اذا لا لازم ينذره، اذا لا اخذها وداها السعوديه ولا انه قاعد معاها في البحرين القاضي يطلقها، لان هي زوجته وتعرف وين قاعد، هو مو ميت ولا مختفي في السعوديه، بس انه ليش ما قاعد يجيها مثلا من زوج واحده ثانيه. فلازم تنذره، القاضي يقول له تعال اخذ زوجتك معاك وديها السعوديه، اذا خذها وداها السعوديه صار ما في طلاق، او انه هو ايي وتعيش معه، اذا جات عاشت معه ما في طلاق، اذا هو صار عنده خبر وماية المحكمه تطلقها. هذه الغايب اللي تعرف في محله غايب، يعني مو في معه في الديره مثلا. وفقا للسن للزوج المفقود، للزوج المفقود لزوجة المفقود او القائب الذي لا تعلم حياته ولا موته ولا يعرف موطنه ولا محل اقامته طلب التطليق ولا يحكم لها بذلك الا بعد البحث والتحري عنه ومضي 4 سنوات من ثبوت الفقد او الغياب. في السن اذا كان مفقود او غائب الزوجه ما تعرف عنه، يعني واحد طلع ما تدري عنه، ساعات يكون في البحرين بس ما تدري عنه، تعرف عنوانه اي، يعني في البحرين في بعضهم ما يطلع ولا تعرف عنه عنوان، ولا حتى البيت اللي قاعد فيه ما يسجل عقده على البيت، رقم الشخص يطقينه يعطيش رقم بيت قديم، هو في البحرين بس هي ما تعرف عنه شيء. هذه يسمونه مفقود، مو شرط انه يكون برا، لا تدري عنه ولا تسمع عنه شيء في 4 سنوات، اذا دي ما طلع المحكمه تطلقها. ولا تطلق الزوج الا اذا كان المفقود غائب ما وان كان في خلال 4 سنوات احد يقول لها انا شفناه في مكان فلاني، يعني حي يرزق او انه مثلا بس ما عارفين العنوان. فانا اقول لك هو في البحرين، يعني انا عارف انه في البحرين بس ما اعرف عنوانه فوي، انا ما قلت ميت ولا قلت مهاجر ولا قلت شيء، انا قلت الريان في البحرين ناس وايد تشوفه يعني يطلق، بس انا ما اعرفه اي، يعني انت شفتي انا ما اعرف، اعطيني عنوانه انا ما اعرف وين ساكن، اذا انت ما جبتي لي عنوانه انا ايش عرفني ان انت صاجه ولا لا؟ اثبات انه موجود اي، انا عارف انه في البحرين بس انا مو قادره اتوصل عنوانه، لا قادره انا ادري فوين، يعني ما اشوفه، فانا بالنسبه لي مفقود. يعني انتم تشوفونه انا ما اقدر انا اجيبكم انكم تشوفونه، انا اهم شيء انه هو يصرف علي يجيني يعطي لي حقوق الزوجيه، فهو مو موجود معي. ففي 4 سنوات وهو حتى لو في البحرين وما له علم ولا ادري عنه المحكمه تطلق، هاي يعتبر انه هو مفقود. بس الجعفر يقول لك للزوجة المفقود او القائب الذي لا تعلم حياته ولا موته ولا يعرف موطنه ولا محل اقامته طلب التطليق ولا يحكم لها بذلك الا بعد رفع امرها للقاضي ومضي 4 سنوات من البحث والتحري. نفس الطريقة، وذي بس ترفع امرها للقاضي وتنطر 4 سنوات. بس ذي في مشكلة في الجعفري، هاي الفرق اللي بين السني في الجعفري، يقول لك لكن لا تطلق الزوج اذا كان المفقود او القائب له مال او من ينفق عليه. يعني الزوج منخش لانه يقول في البحرين وما يطلع، ابوه موجود، ابوه ينفق عليها وينفق على عيالها، هي ما لحق تطلق لانه هو في احد قاعد يصرف عليها. مثلا رفعت دعوه على الزوج وقالت انا بطلق، يا ابوه اللي هو يد اليهال حضر في المحكمه قال شنو تبي احفادي انا بصرف عليهم، تبي سكن انا بعطيه. يعني الزوج في الوقت انظلم، بعد في حقوق ثانيه تبقيها، يعني مو مساله المبلغ اللي بيصرفه عليها، يعني ليه حقوق زوجيه بنيه صغيره، يعني من حقها انها تتطلق وتتزوج. يعني هو مفقود وما يجي بس لانه في مال، على اساس انه بس انا احد يصرف على العيال، يعني حل المهات كلهم يشتغلون ويمكن ما يعني تستغنى عن المبلغ، يعني انه يصرفون عليها ممكن انه هي راتبها يكفي،
بس تبغي تتطلق على اساس تتزوج. هذه بعد في تعسف يعني ضد المرأة، اذا في لها مال احد يصرف عليها المحكمة ما تطلقها، تقول لها كهو ابو موجود، عمهم موجود، خالهم موجود، بيصرفون على العيال، انت ما تتطلقين. هاي الفرق في مقدمة الجعفري اربع سنوات الجعفري بالشرح حتى 10 سنين بعد، هاي تضيع عمر الاثنين اي مو بعد اللي حتى 4 سنين. وبعد الاربع سنين اذا طلع لها واحد وقال لها انا بصرف بعد تتوقف ما تتطلق. هاي في الجعفري في يخلونه اي معلقه اي هي تعتبر خاله يعني مو مطلقه. المادة 109 يحكم بموت المفقود الذي يقلب عليه الهلاك إذا دلت القران على هلاكه بما تطمئن منه على وفاته. إذا صدر حكم بموت المفقود تعتد الزوجة عدة الوفاة من وقت صيرورة الحكم نهائي. طبعا هذه إذا مات والمحكمة يعني إذا يحكم بموت المفقود الذي يقلب عليه الهلاك، يعني واحد مثلا 20 سنة ماية، يعني أكيد هاي مدة كافية أن الواحد يقولون يعني مات، يعني 20 سنة مثلا ما تدري عنه، ماية لو في البحرين ولا ذي يعني في فترة أنه يعني مدة كافية أن المحكمة تقتنع أن ذي الشخص ما له رجعة، المحكمة تطلق، يعني ما تعطيها مثلا 2 أو 4، مو يعني مو 20، يعني مدة ان المحكمة يعني تقتنع. لازم تفهمين القاضي مثلا يعني في الجعفري صعبة حتى لو 10 سنوات، يعني احنا نقول لكم مثلا الزوجة بحرينية او الزوجة الزوج في ايران، بحريني قاعد في ايران وهي في البحرين لنفترض، تبي تتطلق، المحكمة لازم تشعرها من ايران، ايران ما عندها عنوان، ما لها شيء، ما تطلقها، او حي موجود مو شرط مات. بس صارت عندنا قضية 10 سنوات واحنا نبلغه ما بيجي، ماي تمت يعني معلقة، وهذا هو مو ميت بس احنا صعب ان نجيبه من ايران، ما يبي عاش في ايران. فتمت كذي، تمت كذي، مع ان ذي بالنسبة يعني لنا انه هو في هجر 10 سنوات وما يقول اش، لا يمكن انه هو في ايران انت لازم تعيشين معه، القاضي يقول لك كذي انت هاجرته فتبتي لي انه هو هاجرك، تبتي لي شلون تثبت؟ فدائما يقول لها لا، فدائما يحطون لنا احنا في الجعفري عذر، يعني انت هاجرتها لازم انت تروحين لايران، وراحت ايران ودورت عليه ورفعت دعوه في ايران وتطلقت في ايران. عذر لصالح الزوج. اي دائما لصالح الزوج. بس يعني مو حاطين عدد سنوات على الاقل. كان يقول لك هي حاطه عنوانه في ايران وبلغت موجود في ايران، بس تمنا نبلقه نبلقه مايه هو موجود تبي تطلق، قلت لازم هو يطلق. في الجعفري عندهم مشكله لازم الزوج يطلق. لازم الزوج يجي المحكمة يطلق. بالنسبة للسنية حتى بواتساب يطلق، بالإيميل يطلق، بالخطاب يطلق. بعد هذا مو زين في أشياء. إيه 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 إيه. يأخذ في أستاذ. يعني أنتي أعرف حالة. كل يوم يقولي أنتي نطالق. لا عاد مو بكل يوم. تثبت. لا عاد مو بكل يوم. إيه بس تقول يعني مثلاً قال لها مرة مرتين عليها يعني هل تعتبر طالق؟ بس إيه مرتين ثلاث تعتبر مرة. مرة طالقة. تعتبر مرة إذا قالها طالق 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 تعتبر مرة. هي شيعيه هو سني. إنزين عقدهم. إنزين عقدهم سني. أوكي. بس تقول واجد يطلق. أتي المحكمة. أتي المحكمة. خلاص أنت مجرد كلام. تقول خلاص أنت عمرة طلقتني. ثبت الطلاق. أتي ثبت. في السنية لما يطرش مسج يقول لها أنت طالق. لازم الزوجة ترفع دعوة تثبت، تجيب المسج وترفع الدعوة ويجيبونه يسألونه هاي المسج منك، يقول لهم ايه يثبتون الطلاق، يسمى تثبيت الطلاق. وإذا لفظي نفس الشيء، بعد يقول لها أنت طالق تجيب المحكمة ترفع دعوة تقول طلقني. بس إذا قال لها 3 مرات أنت طالق، في ناس وايد يقول لها أنت بالثلاث طالق طالق طالق، تنحسب طلقة واحدة، طلقة واحدة وتصير رجعية، فترد بعد تقعد في العده وبعد عقب يرد يرجعها نفس الطلقه. ما يقعد في العده ما يخلي إيه إيه العده إيه يعني إيه طلقه رجعيه مرتين رجعيه الثالثه تصير باينه تحل عليه يعني اي اي لا قصدي اذا هو قال لها كذا مره تثبت في المحكمه تثبت ما ثبتت قصدي هاي حرام 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 تصور يعني واجد ترى الحالات هذه خطا لازم ترفع دعوه تثبت الطلاق تثبت الطلاق يعتمد على في ريايل بس عليه الطلاق اذا ما سويت
انت محرمه مني عليه الطلاق، فيكون يعني يعتمد على نيه المطلق. اي هاي لازم القاضي ينادي يعني في حاله غضب اذا كان بينهم مشاكل. لما قلتها قصدها انت في اي وضع، انت في اي نفسيه، سكران اذا سكران ما ياخذون فيه. يعني واحد سكران يقول انت طالق، المحكمه ما تاخذ فيه، لان تساله يوم يطلق كان سكران ولا ذي كان متنرفز متهاوش ولا لا، لان لازم المحكمه تجيبه تسأله. إيه إذا كان في حالة غضب. غضب. في مهلة ما فضل المدهول مرة ومرتين وعشر تكرر صارت ثلاث. بعدين في المحكمة قال أنا ما أقصده. إيه ماذا على حسب زي. ترجع في ذمته. ترجع على ذمته هو. ترجع في ذمته. زين المادة 110 وفقا للفقه السني، إذا جاء المفقود وتبين أنه حي فزوجته له ما لم يدخل بها الزوج الثاني، وإذا كان الثاني غير عالم بالحياة بحياة الأول. يعني حين الزوج مفقود صار له مثلا 15 سنة ما يدرون عنه، قامت الزوجة تزوجت، إذا رجع ذي المفقود وذي الزوج الثاني ما دخل عليها ترجع حق المفقود، ترجع له إذا ما دخل. لحظة في السن فيه سنوات محددة؟ لا أنا أقول لك مفقود، أقول لك مفقود بس ما في ليمت. لا لا هذا الحين هو مفقود وراحت المحكمة وطلقتها المحكمة وتزوجت واحد ثاني، أكيد طلقتها، ما تتأخذ واحد ثاني تكون طلقتها. ورجع زوجها، رجع زوجها، إذا رجع زوجها الزوج الأول الثاني اللي خذته إذا ما دخل عليها ترجع حق الأولي، إذا دخل عليها أصل حق الثاني، بس إذا ما دخل عليها يعني إيه لا إذا دخل عليها أصل حق الثاني، إذا ما دخل ترجع حق المفقود حق الأولان. زربغان أولان وهذا دخل على شو تسوي؟ خلاص خلاص إذا دخل عليها ما ترجع يطلقها الثاني وترجع للأول. لا إذا دخل عليها خلاص زوجة الثاني بعد هو مفقود راح خلاص يكسرها. وفقا للجعفري إذا كان المفقود تبين أنه حي. سمعوا يا جماعة سمعوا قصدي بالرضا يعني. سمعوا الجعفري إذا جاء المفقود تبين أنه حي فهو أحق بزوجته ما لم تخرج من العدة، فإذا خرجت من العدة فقد بات منه. إذا كانت في العدة ورجع يعني هو مفقود وتطلقت تقعد في العدة ثلاث شهور، فالثلاث شهور إذا رجع يرجعها ترجع له قبل ما تتزوج. ثلاث شهور خلاص. إيه إذا في العدة ترجع له. إنزين إحنا نتكلم على الطلاق للحبس والتعاطي. إذا حبس الزوج وتن في يعني حكم نهائي يعني لازم يكون. عفواً أستاذة معلش. الحين هي أخذت حكم المحكمة بطلاقها وقعدت العدة ثلاث شهور وعقب سنة من. لا فات العدة. فاتت العدة ترجع لها. إيه. طيب. الحين خلصت العدة ثلاث شهور وقعدت مثلاً كم شهر عقبها وبعدين تقدم لها شخص آخر. لا يحق له، لا يحق للزوجة الرجوع للزوج الأول الغائب أو المفقود في حسبة المفقود إلا بالزواج والطلاق. إذا خرجت من العدة، إذا خرجت من العدة إيه، بس أنا قلت إذا في العدة. إذا خرجت من العدة. إذا خرجت من العدة تتزوج. إذا في العدة وهو إياه يرجع. للتوضيح عفواً خلصت العدة ثلاث شهور. إيه. ومايا. ومايا. تزوجت. وليحي ما تزوجت. إيه. ليحي ما تزوجت أنت هو في مرحلة الخطبة أو الكلام. إيه. لا يحق للزوج المفقود الرجوع. بس في العدة. فقط. في العدة. إيه. إذا كانت في العدة اللي هي عدة ثلاث حيضات اللي هي ثلاث شهور ممكن هو يرجعها. خلصت العدة وتقدم لها واحد ثاني ما له حق يرجعها. إذا حبس الزوج بس لازم يكون حكم نهائي. دائما احنا نبي نفرق بين الحكم النهائي والحكم الابتدائي. في الجنائي في حكم ابتدائي وفي حكم نهائي. مثلا الحكم الحين سنة في الحكم في الابتدائي، فراحت الزوجة ودت الحكم قالت أنا بطلق أكون محكوم سنة، المحكمة لازم ما تطلق، تنتظر مثلا في الحكم النهائي اللي هو في التمييز يمكن يطلع براءة، يمكن يصير له شهر، يمكن يصير ما يصير على قضية. أي. ففي هاي الوقت لازم تنتظر محكمة ما تطلق قبل ما يكون الحكم نهائي. فإذا كان بعقوبة مقيدة الحرية جاز للزوجة أن تطلب التطليق عليها إذا لحقها ضرر، إذا كان في ضرر عليها ومحبوس ترفع الدعوة. بس في الجعفري ما زلنا إذا الزوج مسجون وإيه من السجن ويقول للقاضي بتطلق يقول لا، يقول لها ما لي حق حتى لو مسجون ما زلنا، يعني عندنا قضايا جارية. للزوجة طلب التطليق لسبب للضرر بسبب تعاطي الزوج المسكرات أو المخدرات بعد عرضه على لجنة طبية. في وايد ناس يرفعون دعوة طلاق للضرر وتقول إن أنا زوجي يسكر. إنزين بالكلام ما يأخذون فيه.
إلا إذا المحكمة تحول دي الشخص ولازم يكون مدمن، تأخذ دي الزوج وتحوله إلى لجنة إذا شافت في إضرار، سوى له إضرار طلع أنه هو مخدراتي أو أنه هو مسكرات، لها الحق المحكمة أن تطلقها، ولازم بعد يكون المسبب لها ضرر. يعني في أشياء نسويها السكران مثلاً يطيق يتلفظ بألفاظ، في أضرار عليها إيه، فبعد تثبت أنه من هاي الأسباب مثلاً يطقني لأنه يسكر، يسبني لأنه هو سكران، فهذه لازم تربطها بذي، وإذا ثبت أنه في الإضرار أنه هو سكران المحكمة تطلق. وعادة يجيبون أحكام ملت المرور لأنه هو طالع سكران وداعم، فدائما المحامية ملت الزوجة تروح تنبر، مثلا نقول بالعامي تدور تفتش في القضايا وتجيبهم أي فتتنبش أي. بس في أوقات حتى المحامية أمر بعد، بس في 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 قضايا يكون الزوج يعني على أحكام من 10 سنوات وتاب خلاص بطل يسكر، فالمحكمة ما تأخذ فيه، يعني هو من 10 سنوات كان يسكر والحين جات تقول له أنا بطلق لأنه كان يسكر، الحين دي الفترة ما يسكر، وبين في الإضرار أنه هو ما في، يعني حتى أنا راحت جابت شيء ضده أو المحامي راح ياب شيء ضده، يعني مو شرط أنه هو يسكر من 10 سنوات أنه الحين هو عشان تطلق لأنه ما حصلت عذر، جابت أحكام المحكمة ما تمشي عليه هذه الشكل. إذا ما حصلوا شيء عليه هل يرد اعتباره طالبها؟ شو يطالبها؟ الحين هي اتهمتها انه قاعد يستعمل مخدرات ايه؟ وقاعد يسكر ايه؟ وطلع في اضرار ماله او في الدم او اي شيء اعتبار يعني ما طلع عنه شيء اي ممكن هل يقدر ممكن يحق له برد اعتبار؟ اي نعم يثبت في المحضر ان انا ما اتعاطى وهي قاعده تتهمني بالتعاطي وانا اثبت ان هذا الشيء برجع عليها بدعوى تعويض، يثبت في المحضر ويرجع عليها انزين. فقلنا الاثنين يحولون لهم لجان ويشوفون اذا كانوا يتعاطون او لا. اذا العكس صحيح يعني هي اللي مثلا مخدرات او اللي هي اللي تسكر وهي اللي تطق ممكن اوكي من يطلقها يثبت الحال عليه ويطلق لا العصمه في يد الزوج هو المشكله يعني اذا هي مو زينه العصمه في يد الزوج على الحضانه القصد يعني يثبت لا الحضانه هذه شيء ثاني ايه؟ اذا انت تبي تسقط حضانتها ترفع دعوى ان هي تتعاطى فهي غير امينه نفس الشيء بعد سوى عليها فحوصات وكذا اي 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 لازم انت تبي تسقط حضانتها مو بالكلام ما يروحون على الكلام ان هي تستخدم وهي تتعاطى عشان انا قط الحضانه من ناشز وحنانه ورقاله وطحانه بعد يطلقونه تشتم ليل نهار ما يطلقون ما يطلقون الزوج يطلقها العصمه في يد الزوج العصمه في يد الزوج يعني هي حنانه هو يطلقها تسوون يطلقها المشكله احنا نقول اذا هي حنانه وكل شيء فيها كل العيوب هي ما تقدر تتطلق العصمه في يد الزوج سواء في الجعواري ولا في السني والله احسن بالمعروف نعم لو ما بغى يطلق الزوج شو الحل زين لو ما بغى يطلق في اي سني ولا في الجعفري تفضل استاذ لانه العكس المره هي اللي تشرب هي اللي ما بغى يطلق الزوج مثلا بس خليه زين احمل اللي رايح للمحكمه الزوجة ولا الزوج الزوجه راح تبي تطلق زين وش لا شنو الاسباب ان الزوج مثلا يسكر وهي تبي تطلق الزوج العكس العكس اوكي اوكي ورايحه المحكمه أوكي. اوكي تبي تطلق زين هي الزوج امام القاضي وقال انا ما بطلقها زوجتي تشرب كل يوم حاطه الجلاس في البيت ذي القاضي بيلومك انت بيقول لك شلون تمسك في وحده قاعده تشرب وغير امينه على عيالك وايد تجينا هاي قضايا اي يقول انا ما بطلق انا صايدها مع سعودي انا اشوفها قاعده تشتق مع ما ادري مين انا زين وليش متمسك فيها القاضي يرد على الزوج يقول له هي كل ذي وليش انت متمسك فيها يعني اذا انت تتكلم انت يضيع عياله ما يعني يعني انت يعني انت محبا في الزوجه انت تبي تحافظ على العائله تبي تخلي الاسره إيه. القاضي اذا شافك انت محبا في الزوجه مجرد هي مربيه يطلقها وساعات بعد استاذ لان سلوك المراه مو سيده مو سيده مو صحيح الزوج يدوس على كرامته لجل الاطفال لجل الاولاد ما يعني حتى الزوجه حتى الزوجه حتى الزوجه يعني احنا يجونا نسوان مع النفات وينطقون كل يوم وتقول لك انا ابوي متوفي امي متوفيه ما اقدر اطلع تنطق كل يوم تنطق
كل يوم وتجي تصيح وتقول تطلقين تقول وين اروح؟ ما احلى كلام الله، اما امساك بمعروف تصريحا باحسان. احنا هذه اللي نبغي نوصل له اليوم، نقول الطلاق الامن، نقول احنا دائما ما نفكر ان احنا العصمه في يدنا، احنا بكره خواتنا راح تصيدهم هذه المشكله. يعني دائما احنا نقول ان احنا الابهات والامهات يعلمون عيالهم اذا صار في طلاق، خاصة الطلاق إذا كان العشرة مستحيلة بين الاثنين، يعني هما كارهين بعض وما يبون بعض، بس شنو كل واحد ينطب الثاني، أنت روحي المحكمة، أنت روحي المحكمة، أنت عارفة المحكمة ما راح تطلق إلا لازم يكون في أسباب، الأسباب ما تقدر تثبتها. مثلا هو كل يوم يسبها وهاي الضرر المعنوي وايد يأثر، يسبها ليل نهار بس ما تقدر تثبت بينه وبين نفسها، يعني ما شرط يسبها، شريحة تبحتينا شمتينا ضعيفة، يعني هاي الأشياء تحس في المرأة مهما يكون يشوف لا شوف أنت المذيعة طالع يعني هاي الأشياء تجينا، يعني يجون يقولون لنا يقارن بيننا زين شو أسوي أنا رحتك فيها كذي رحتك كذي أبي شعرك أصفر كذي إنزين ريان شو تسوي له والعكس. فهذه الأشياء اللي تصير إحنا قاعدين نقول إذا أنت ما بقيتها مثل ما خديتها بالطيب، إحنا لما الواحد يبي يعقد يروح بالطيب يودي هلا ويقعد يتوسل ويودي الهدايا، وفي الخطوبة هذه فترة الكذب في الخطوبة نسميها فترة الكذب، كل واحد يطلع ملاك، هو يصير أحسن زوج وهي تصير أحسن زوجة، وتطلع هي الطبخ اللي تعرف تطبخه والأناقة والكلام الحلو، ونفس الطريقة هو بس يتزوجون تكتشف أشياء فيه تقول وين ذي اللي كان في الخطوبة، حتى شخير سمعته يعني ما كان تدرينا عنه شاخر، أنت تقول أنا بطلق لنيش أزيد في الخطوبة ما يبين، يعني هو حتى لو شاخر يود روحه أنيق نظيف عقب ما تأخذه ما يتسبح، تقول أنا ما يتسبح يعني شو أسوي فيه يوميني في الخطوبة كل يوم كاشخ. فعندنا أسباب وايد تي، يعني ساعات يجون يقولك أنا ش قدر أتطلق، مثلا خاصة الشك، عندنا الشك ترى يعني صراحة ذي بين الاثنين يدمر يدمر وايد يدمر، الزوج يحب زوجته بس ما يقدر يحافظ عليها بس وايد يشك فيها، يعني دائما ينبش في تليفوناتها ودائما يحط لها اجهزه تصنط، يحط لها في السياره، يحط لها في الغرفه، يعني انت تحبها بس هذه هاي تحب تملك، ذي المره تطفش. وفي نسوان نفس الطريقه، في نسوان انت قاعده تروح تطالع الثوب تدور فيه شعره تدور فيه حمره، يعني تليفوناته فليش؟ يعني انت تحبينه خلاص عطي الثقه، اذا صارت فيه ثقه ما تصير فيه مشاكل، في حريم يمشون في خواتهم هذه المشكلة، هادمين حياتهم، هذه اللي احنا بنقول الاهل يتدخلون، دائما الاهل يتدخلون في شو اللي يصير تقرير يومي ريبورت، حتى لو ناس معزومين عند البيت حتى لو قصال المواعون وصل لها والله شغال وبعد في الشغل بعد ما يقولون في الشغل كل واحدة تقول مع الثانية تقول لها أنا تطلقت وأنا حصلت طلاقي في شهر، أنتي تقول والله حصلت لها مبلغ وتطلقت، أنا رفيقتي تطلقت أبي أطلق، فهاي الأشياء تصير لأن هي في الشغل. فاحنا نقول له لا تقارنين بينك، إذا صار الطلاق أهو تنازل أهو يطلق، أنتي وضعك غير، فتقول المحكمة ما تطلقني إذا خذت شهر أنا إيش كثر بأخذ، دائما اتي. وفي بعضهم يجون يحددون لنا مثلا ايش كثر بحصل كم لي راتبه هو هالكثر كم بحصل، اذا شافت ان الراتب اللي بيعطونها او المبلغ اللي بتحصله قليل تتراجع، وياما احنا خليناهم تتراجع لنا دائما نخوفهم اذا تطلقت راح يصير كذي. ساعات انا اشوف المره تي ما عندها ولا سبب، ما عندها سبب صراحه بس انتي تقول مثلا لو انا تطلقت ايش كثر بحصل، ليش تقول رفيقتي تطلقت اي اي ايوم 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 وايد ايوم يعني محبه بينهم لا انتي يعني لا مو عشان ما في، هي الشيء اللي تشوفه بالنسبه لها عود، هو مو عيب الريال، يعني في اشياء بسيطه هي تكبرها، يعني اقول لها يصرف في البيت تقول ايه يعطيني ايه بالماكله زين يطلعكم ايه طلعنا كل جمعه نروح نتقدم انزين يجيب اغراض البيت يجيب حق العيد ايه يودي عياله يشتري لهم يسفركم في السنه مره زين شنو في زين وين العيب تقعد تفكر تقعد تفكر زين يسفركم فوق هو قال بيشتري لي سياره ما شرى لي عند السيارة إيه قال لي بحط لي سواق يعني في أشياء هي تقعد تفكر إن تطلع الأشياء نعم هذه كل الأشياء مو بوجوب عليه
اي هو يسويها منه من احسانه. اي بس انا اقول لك يعني الريال مو بمقصر، بس هي إيه اتي مثلا ما عندها سبب، بس تقول لك مثلا لا ما يصرف وايد، اذا كم تبين يصرف؟ رفيجتي يعطيها 1000 دينار في الشهر وداخل عيالها مدارس خاصة، زين تقارنين بينك وبين انت مستانسة ويا مرتاحة، يسافرني في السنة مرة، ابي مرتين في السنة، مو عذر. اقول لها ارفع لك دعوة، اقول لا يسفرها، ما عندنا طلاق للسفر. المقارنة اي هاي المشكلة، اقول لها شلون يسفرها؟ لا ويجينا زوج يبي يطلق، يقول انا ما ابي تروح رياضة. يونا زوج ليش ما تبي تروح رياضة؟ انا ما ابي تروح رياضة، درست رياضة بعد ما يبون، انا ما ابيها تروح رياضة، الجيم ما ابيها تروح، يعني انا بطلقها والسبت تروح جيم، اذا راحت الجيم بطلقها، غير بدل رايح الجيم ما فيها شيء، انا ما ابيها تروح الجيم. بيت اهلها ما تروح الا يوم في الاسبوع، ما ابي تروح يومين، يعني اشياء تافهه هاي تتعالج. يعني اي الزوج عشان ما تروح الجيم، لا اسوي اتفاقيه اذا ما تروح الجيم وما تروح بيت اهلها كل يوم. يعني انا احس ان حتى الاشياء تافهه، بس لما نقعد مع الطرفين نحل الموضوع. هما في ناس ما يعرفون شنو الطلاق وما يعرفون شنو الاسباب الطلاق، لان لازم خاصه اللي توهم الزوجين ذي من بيئه وذي من بيئه. فهي جايه مثلا ابوها كان سيد مثلا، تشوف ابوها في البيت الام تخدمه وتحط وتسوي وتجيب وكل شيء، فهو نفس الطريقه اللي عند الام سيد، فهو اذا شاف الام قويه دائما يفكر ان ذي زوجته بتصير نفس امه، فيحاول انه هو ما يخليها تعلي صوتها. اذا بتعلي صوتها يمكن تاخذ شخصيه امي، لان امي كانت تسوي في ابوي كذي، فهو دائما ما يخليها. هي ما تدري في بيتكم انت شنو، هي بطبيعتها تتكلم وفي اشياء من حكه تطلبها، هو لان حاط في ابو امه قويه، فانا زوجتي ما بتسوي نفس المشكله ان ابوي ما له شخصيه، انا لي شخصيه، فهي ما تدري. يعني هاي الاشياء هو يشوفها في البيت يطبقها على زوجته، ونفس الطريقه هي بعد تشوف مثلا ابوها مثلا قوي وامها ذي، فتبغي ريال يروح يجيب لها اقراضها، وهذا الريال لا يبدل لها بنشر، لا يودي السياره سيرفس، لا شيء، وتعلم انه ابوها يسوي كل شيء، فنفس الشيء بتطلق، لانه صراحه اتكالي كله راقد ما يسوي ذي. زين لا تقارنينه، لما تقول ابوي كان يسوي كذي، ابوي اخوي يسوي حق مرته، لا تقارني ذي شيء وذي شيء. وعي ما في، ما في وعي. في ظل الاحكام الجديده اللي صايره احوال، اي نعم، اول ايام المحاكم القديمه ممكن ان انا احط المحامي او المحاميه ووكله ويروح يخلص الامور. اوكي، من صار القانون الجديد انت لازم تدش توافق الاسري. هاي قانون جديد. متى يدخل المحامي او المحاميه في الموضوع؟ حتى في التوفيق الاسري بعضهم ما يجونهم، بعضهم ما يجون. يعني اذا انا اليوم بحضر عندي احضاريه اليوم ان انا بحضر في التوافق الاسري، حلو؟ اوكي، اقدر اخذ محامي مالي واروح معاه؟ اي نعم اي نعم اي نعم اي نعم، محاميك يحضر عندك من غير ما تحضر انت، يصير بعد؟ يصير، بس التوفيق الاسري حاطينه حق الطرفين، للاسف ان الاثنين ما يجون، دائما يخلون المحامين اللي هم يروحوا. انا سمعت اول ما صار التوفيق الاسري يقول لا، ايام ما كانوا في المنامه بعد قبل ما يروح الحلميه يقول لا ما تخلي محامي مالك، رفضوا الاول، رفضوا المفروض ان الزوجين مسموح المحامي يروح. لا انا بقول لك ليش، بقول لك ليش، هو البدايه يوم يخلون التوفيق الاسري، ما زلنا التوفيق الاسري ضعيف، القانون نزل قال التوفيق الاسري لازم يكون في مقر خاص، هاي واحد، لازم يكون في اخصائي اجتماعي ونفسي وقانوني، هذا الثلاثه مو موجودين، يعني لحد الحين التوفيق الاسري مو متمكنين. التوفيق الاسري اللي هو التوفيق الاسري المفروض يقعد مع الاثنين يحل الموضوع بينهم. اللي صاير ان التوفيق الاسري يقعد معك انت ربع ساعه، انت الحين متزوج 30 سنه وعندك مشاكل طافحه 30 سنه، يبي ذي الشخص في 10 دقائق انت تقول له شنو عندك ويكتبها نقاط ويقول لك امش، شنو تبي؟ انا ابيها ما تروح بيت اهلها، انا ابيها ما تلعب جيم، انا ابيها اوكي حطي 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 خلاص اوكي، انت ايش تبين؟ انا ابي اروح اسافر، انا ابي اشتغل، انا ابي خلاص، حط لك ذي وحطها حق المحكمه، حل قضيتكم. مجرد يطلبك شنو تبي شنو لك، شنو طلباتك، حتى الاول يقول مشهر الاثاث عشان يشوف خلاص بيفصل،
انت ماخذ الاثاث عندك ارصده. هاي التوفيق الاسري المفروض ما يتحكي بهالاشياء. التوفيق الاسري المفروض يكونون يوعون، يحاولون يصلحون. هو التوفيق، اسم التوفيق. انا اصلح، انا ما اقول لك شنو طلباتك، انا اي اقول لك ما علي، لو عندك مشكله انا بحلها لك. شنو مشكلتك؟ عندي مشكله كذي كذي. والله هاي المشكله ترى سهله، انت ما شفت في وجهات النظر. إيه؟ ما شفت غيرك، ما شفت ترى في مشاكل اكبر. احنا لما يجونا المكتب دائما نقول لهم كذي، هاي مشكلتك بسيطه، انت ما شفتي ذيك اللي هالشكل؟ تقول الحمد لله على انا في خير في نعمه. فانت لازم تجيب لهم وتقعد ساعه ساعتين ثلاث ساعات، مو بثلاث ساعات، تقعد بالثلاث شهور. انا الزوج يروح والزوجه ترجع، والزوج يروح والزوجه، ثلاث شهور اربع شهور لا ما نصلح بينهم. هذا التوفيق الاسري. التوفيق الاسري اذا انا باخذه في ربع ساعه ما بحل، هو بس ك يعني قانون نازل ان انا احولهم التوفيق الاسري. هذا ليش ما يروحون؟ لانه مو مستفيدين. فالمحامين يروحون، شنو تبون طلباتكم؟ هاي طلباتنا، نبي نفقه 50 دينار، نبي 100 دينار، تدفع؟ لا والله ما عندي، خلاص. وما وصلوا لحل. هل هذا التوفيق الاسري؟ لا، يمكن لانه ما في العدد الكافي من ذي الاستشاريين، غير مؤهل، غير مؤهلين، غير مؤهلين. الوقت مو بكافي. هو قالوا المجلس على المرأة على اساس انه بيزيدون العدد هذول الاخصائيين وبيعطونهم دورات على اساس يأهلوهم، لازم يكونوا فيهم قانوني. ما زلنا ما عندهم قانوني، ما زلنا ما عندهم نفسي. النفسي لازم يشوف اي واحد منهم مريض، في احد منهم واحد منهم مريض. انا كنفسي اقدر اقول ان الزوج مريض، عنده انفصام، الزوجه مريضه، لازم هاي التقارير انا اقعد معاهم، لان هاي شغلتي. تروح الاردن يقعدون بالشهور حتى يروحون لبيوتهم. التوفيق الاسري في الاردن انا احضر لهم المبنى مالهم نفس جيل ميلس كذي قاعدين، ما تحس في توفيق أسري، قاعدين في ميلس، يقعدون مع الاثنين، يراضونهم، عقب شهرين ثلاثة يروحون لهم البيت، يطمئنون عليهم. هذه هو يقلل من الطلاق. بس أنا كتوفيق أسري أجيبك ربع ساعة، أنا الحين رافعة دعوة نفقة، تبي 500 دينار، أنت بنتي خلي تولي، هاي هو 500 دينار، أنا ولا دينار بعطيها، هاكم أوراقهم وبامشي. تعالي أخي، خلاص كتب إنه هو رافض، رافض. هذا هو ليش انا يقول لك ان طلبات تهلون. احنا ما نبغي كذي، ما بينا انت تتعصب. انا ابغى اقعد معك اقول لك مثلا هذا لان عيالك، انت كم في مقدورك؟ والله انا مقدوري 100 دينار، ما علي زيدها شويه، هذا عيالك ويستاهلون وكذي. بالكلام ذي بالوقت انا اخذ واعطي معك، اقعد معك. انت يا شايف 500 معصب، من بدش 500؟ لا ما لازم يحطون 500، يمكن تحط حتى 2000 بس ما تعطيها المحكمه. بس احنا الزوج بني يشوف المبلغ خلاص اي معصب. هو لازم بدي شغل التوفيق الاسري يقول لي يا اخي هذه كلام، هذه طلبات في اوراق، انت تعال، انت كم بتدفع؟ هذا لعيالك، انزين انت شنو مشكلتك وياهم؟ انت ليش ما تدفع؟ انت ليش ما تعطي؟ والله انا كنت اعطيهم 200، تعرف الحياه غاليه الحين، ممكن تزين، والله انا ظروف تك تقول ظروفك، ما علي انا بكلم عشان انت تقعد معاها. والله ريال ما عنده مشكله بس راتبه قليل، ال200 ما تكفيك، نعطيك 250 انت راضيه؟ لا 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 ب 700 معليش، خذي انت ال250 وريالك هاي يعطي، ريال في كذي عنده كذي، الحمد لله مدخله مدرسه خاصه، الحمد لله يسفرهم، في اشياء وايد في ايجابيه. انت انا اقعد احاول اصلح بين الاثنين. هي راكبه راسها محاميتها ومحامي قالوا يبلك 1000، فهي خلاص هي تبي ال1000. لا انا كتوفيق اسري اقول لها شيلي، انا مو بقول المحامين كلهم سيئين، انا اقول فكرة الموكلين لما نيون، لما أنا يعطيها الشمس في يد والقمر في يدها، مو بكل المحامين طبعاً، البعض أنا أتكلم لما يقولها والله أنا بكسر لك راسه وأنا بايب لك وأنا هذه في بعض المحامين، إحنا نعترف ذي الشيء كان تحدي يعني. إيه فأنا جاية نعم، فأنا جاية إن المحامي مالي بيجيب لي 1000 دينار، أنت تيجي تقول لي خذي 250، لا هذاك مطلع حق فلان 1000 دينار، أنت ليش تخسرني؟ تعالي أنا بقول لك هذه كلام وذيك، أنت تعرفين زوجك 15 سنة هاي راتبه، خليك معاه، الحياة كذي، الحياة كذي، ريال طيب، ريال شاريك يبقيك، ليش تبي تنفصلي؟ هذا هو التوفيق الأسري، وهذا اللي إحنا نبغي نسويه. خلى المكاتب المحامين، إحنا الكويت خلت المحامين جزء من التوفيق الأسري، إحنا نتمنى يكون في ذي. شاطر بس مداخلاتنا اللي طرحناها فادة الجو. إيه أكيد أكيد، إحنا لا لازم نعرف منكم. إيه عندنا الأخ هنا. حمد. إيه بس ممكن الأخ نأخذ بعدين تفضل. أنت ممكن. سمح. تدفع على الطب النفسي. إيه نعم. أنا عندي موضوع وليه بقى في المحكمة. متعبلة. أوكي. خشوا التقارير. أوكي. من؟ كانت المحكمة تطلب تقارير. أوكي. ثلاث مرات. أوكي. يقول لها المريض مو موجود. أوكي. تخيلوا ضربوا كهرباء.
من اللي خشى؟ اي جهه؟ المستشفى السلمانيه. ليش؟ بس من هاي طب النفسي. طب النفسي ليش؟ قلت غير موجود المريض. زوج يعني هو لو شنو؟ زوج غير مريض. زوج يعني هم طالبين فايله مثلا؟ طالبين ملفه. انزين وصلنا للوزير. اوكي زين. ايه خلي الوزير شي يقول؟ ايه يقول لا هذه ان شاء الله بتنحل وديا. اوكي انت عائلتين بتنحل وديا. اوكي خلي الملف في السيستم مو موجود اسم المريض. أوكي. سبع سنوات يتعالج بنفسي وقالوا ما عنده ملف؟ ما له ملف. تخيل القاضي سوى رفض الدعوة. ما رفض الدعوة لأنه ما في تقرير. قبل النية طالع المحامي. ايه؟ خير الأصباي. ايه؟ قال له اشتبهون. ايه؟ والأصباي فاضي. اوكي زين قال لها قالت له بس بطلع. قال لها بس طلقي خلق. تخيل وحين رفعين قضية يبون الولد يعني خلعت منه وهو مريض مفروض تطلق للضرر يعني تقصد. لا قصة هي عول يعني اختصر لك الموضوع. ايه 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 ان المحاكم هني ايه يعني حمدان دكتور ما تاخذها من قبل غير روح لمكتب الوزير يقول لك خلت الحال ودية بالعائلة. ما له دخل الوزير ما له دخل هي قضية في المحكمة ما له دخل. لا قال كذي انا حاضر. قال كذي الملف مو موجود. خلت المريض ينضرب كهرباء. وزير صحة قصدك أنت لو وزير شنو؟ وزير العدل. نعم. هي مالت الصحة. مال الصحة. وزير الصحة. زين ليش ما اشتكى؟ ليش ما تضرنا؟ أقول لك والله. لا يفيق. الله يرحمه. الله يرحمه. قال لها اشتبهون حق البنية قال لها اشتبي. والصبي تخيلت في المحكمة تخيلت المحامي. مال ريال. يغضب يقول إن هذه حسكم الله كذي وكذي وكذي. ثبت عليه ثبت عليه ما ثبت. لازم يثبت أي واحد يغضب ثبت في المحضر. ما ثبت. اطلب من الأمين السر يكتب. قلنا له أنت قال تعرف شو يقول؟ إيه لازم يثبت الحال القضية. إنزين إذا قاعد يسب. في عيال بينهم يعني عندهم عيال. في عيال ولا زيد بعد شربيه. تخيلي في نيابة خالتي تروح القضية تروح على الشقة والمرة في البيت راحت بيت أهلها فالدعوة تروح حق وين؟ الشقة نفسها. تخيلي بيت الزوج يخشون نوار لما سووا عليهم أمر غاب. هاي عادة كلها كذي يسووا في نفس البيت اللي هما فيه. تخيلي لو ما تبلغ المركز جايين ليه البيت يبون ياخذون أمر غاب على البنية. رحنا تكلمنا. إذا النيابة سوت لها مرتين ما تسوي لها أمر قبض في النيابة. تصورها. إيه. قبض. أنت مثلا تطلبون حقوق المرأة. إيه. ما في. أنا قلت سوري يعني. في وايد قضايا ما في حقوق المرأة. صحيح. خلي يغدر. والله لو أنا بثبت في المحضر. وبقول حق القاضي ثبت وكذا مرة يسبون بعض والله يسبوني ولا يسبون دي. ويقذف حتى لا يقذف ثبت في المحضر. الزوج فاضل. ايه يعني بعيد الشر خلاص. زين لما وصل كهرباء يعني يعني وصل مرحلة خلينا الحين يطلبون حضانة الولد حق الأبو؟ حق الأبو. إذا فاقد الأهلية هو شلون يعطونا الحضانة؟ بس ما تقدر تثبت. هاي لو في الطلاق ما تقدر تثبت. لا في الطلاق زين خلعت. طلاق مو طلاق عادي. يعني راحت حقوقها. اوكي احنا هي في الجعفري ذي لان سن الحضانه حق الاب. ما يعطون الابو ما يعطون الابو. في السن ما يعطون الابو. اذا غير امينه. لا اذا ماشي وياك في القانون. ايه. يعني ماشي وياك مثلا في المحكمه. ايه. لازم ندخل ناس من برا. المحامي بس حاطين صوره. يعني سوري. يعني كل واحد بس محاميه حاطين صوره كل واحد. تدخلات مبارح من عندك اقوى؟ اتي على المحكمه الحين هذه هو صادته عن الحاله النفسيه بعدين ولا لا هو يدرون ما كانوا يدرون عنه مو واضح يعني هو يتعالج سبع سنوات يعني قبل ما يتزوجون هو مريض يتعالج ولا شنو؟ ولا اثناء العلاقه الزوجيه؟ اثناء العلاقه الزوجيه يعني قبل كان طبيعي وبعدين صار صار اخس. رفعت دعوه لطلاق للضرر لانه هو يعاني. هي تبيه. اوكي لا تبيه. زين هو مريض وهو لان هي تعالجه اوكي سبع سنوات هي تعالجه. زين زين ايه يوم طاح الابو في البيت. ايه الام
تبي راتب الرجال. اوكي. فبعد سوى بعد يوم هو في مريض في المستشفى تخيلي عشان تظل النفقة أخذ هذا القرض عليه. فول ليمت. عشان شنو؟ زين أستاذ احنا عندنا كل بوستر هذه وراك. احنا عندنا استشارات. اي احنا عندنا في الجمعية استشارات قانونية. عندك هذا الرقم اللي موجود. اي ممكن هذه الزوجة تتصل فينا بنعطيها موعد مع الأستاذة فوزية. نحدد لها موعد وتروح لها المكتب وتشوف شنو شلون تقدر تساعدها وتعطيها الاستشارة القانونية اللي المفروض يعني شو تسوي الزوجة في ذي الحالة. اكو عندك الرقم في البوستر. بس يعني لو ما جاي ان مثلا لو احنا مثلا مو واقفين يا يعني مثلا يا البنيه دي وين نروح حقها؟ هو المشكله في يعني القاضي مثلا القاضي يشوف الوضع. هم عارفين يشوف الوضع. يشوف مثلا الواقع مال البنيه ولا مال الرجال. بس القاضي ما يقدر يتدخل، انت تعرف القاضي حيادي، يعني انت لازم تجيب له الاشياء وتثبت الضرر. ما يقدر هو يقول لك والله اي نعم هو مريض لانه هو قاضي، لا حتى لو يشوفه مريض، حتى لو تشوفه يعني تشوف المفروض القاضي اذا شافه كذي عندنا احنا قضايا يطلع المحامي مبرع ويسأله يشوف شلون يقدر يجاوب اذا هل هو في عقله ولا لا كلمات اللي يجيبها، لان احنا وايد عندنا قضايا رفعنا ان الزوج مريض والمحامي الثاني قال لا، فاحنا طلبنا ان المحكمه تقعد مع المدعي عليه وتتكلم معه. تمت تسأل مثلا انت وين توديها لما تعشيها؟ هي تقول يوديني الحنينيه، يطلعني في العاشه في الخطوبه الحنينيه في المقبره. فهي يعني احد صاحي يودي وحده المقبره في الخطوبه فما تصدق، فيسال القاضي يقول له انت مثلا وين تحب الاماكن اللي تروح؟ يسرح، تعرف لانه يسرح، فالقاضي يعرف ان الرجال ذي شويه مختلف، فمن الاسئله يعرف. لا بزيد شاف كمان ثلاث اشي يقول يصوره ولا اللي ياخذ لا نبيها ما بيها ابي يعني انت مو واضح اي واحد تحطيه اي قاضي ما كان اقول لك يعرف كذي مو صاحي زين وقالوا كذا ما بس لازم تدخلات تجي من برا كل واحد يدخل نفوذه في شيء زين بس هو لازم في شيء يعني هاي الاشياء اللي تقولها وقدام القاضي واضحه القاضي ما يقدر يتجاوزها لو تجاوزها في اول درجه بتروح لاستئناف عندنا لا. تمييز يعني مستحيل تطوف على ثلاث محاكم بهالقوة اللي تقول لا فيها. لا نروح. نتكلم نقول حق القاضي كيف. انت تخيل هاي بس نبذة من التغريد. يعني اقول لك تغريد المستشفى هاي نبذة من الاشياء اللي صارت. يعني انا تدخلت. نزل ابوي تخيل بس احنا سالفتنا شنو كل واحد وصلنا لين مفتش العام. مال داخلية عشان كل واحد يوقف مثل ما يقوم وصلت الثاني يعني وصلت السالفة لأن كل ما ضربنا في البنية إذا خلتيني البنية خلنا نعرف شنو موضوعها خلتيني اتصل فينا تاخذ موعد وأنا بقعد معاها بشوف شنو موضوعها أوكي خلتيني تفضل أستاذ إحنا من الضحايا مال العنف أنا هو أو المجتمع المتخلف أنا أتأسف على هالكلمة مجتمعنا وصل إلى الانحدار وصلنا إلى يعني أقول لك إن المجتمع راح ينثني من هالقضايا اللي أنا أشوفها لن أجد في المجتمع هني مجتمع البحرين من الناس الضمائر مثل ضمائركم اللي أنتم جيتون هني متطوعين يعني قاعدين تخدمون المجتمع حسيت إن المجتمع فاسد وهالفساد اللي قاعد يستوي خلطة الفساد كنا احنا بنشربها وكنا بنموت اولادنا صاروا ضحايا نسواننا الشكاوى استوت تافهه استوى الطلاق هنا في البحرين مجتمع صغير مجتمع اسلامي يقولون مو مسلمين ليش يصير هالقضايا انا ما شفت يعني في المجتمع واحد يعني غيركم انتونا اهتم في المجتمع ولا اهتم في قضايا المجتمع ولا في قضايانا احنا اللي كنا نعانيها وخليني انا فرضا رجال عاني ما عاني عندي اطفال راحوا تدمروا راحوا الى الى الى, إلى اقول لك انتهت حياتهم صاروا بيصيروا مجرمين وتعالي شوف العنف يستوى من وين
ما حد قاعد يحل لنا مشاكلنا. بعين بعين يعني الجهات الرسميه نقول لهم شوفوا شنو شو هالمره ايش تسوي، ما حد قاعد مبتكر في المجتمع. احنا المتضررين، انا 12 سنه نجي لهم كل الوسائل، تعالوا خلي الوسائل الوديه نحلها، كل شيء نسوي، ما في ابدا. ما اشوف واحد في المجتمع صادق ابدا، انا مسؤول عن كلامي يعني. خلي يجيب لي واحد كان مفلاتكم انتم جيتوا متطوعين وهذا الجي فتح لنا المجلس يعني بالاشياء الخير. احنا ودنا بس شلون نوصل لكم؟ احنا ودنا، انا وحده دائما اطلع واقول انا مستعده اي مكان اروحه، ما بحديني، انا مستعده، لان احنا الوعي عندنا صراحه وايد وايد متدني. ما مش وعي متدني يعني بين الاثنين، لا المراه ولا الرجل. لا استاذه قاعدين احنا من الضحايا هذه، تعالي تي وتعالي بوديش، تعالي لان في المركز الاجتماعي. معنا ممكن توضح لنا شوي انت يعني للحين ما وصلت عندنا الفكره. ما وصلت الفكره استاذه. ضحايا من اي نوع؟ كانت عندي زوجي ومحترم منها وشبلش يعني، ما اقول تدخل الوالدين هذا هو معروف، احنا هاي نتكلم عنه يبي له حلقه. يبي له حلقه، هذا يبي له حلقه. انزين تدخل الوالدين صارت المشاكل. انا ابي اشوف واحد بس من المجتمع المتخلف هذا اللي انا اعيشه، انا ولد البلد هذه، ما حد وقال تعال خلينا نحل مشاكلكم وديا. هذه مشاكل تافهه، ما في شيء يعني. تعرف شلون اذا البنت راحت اشتكت قالت والله سبني، انت كرامتك فوق كل شيء، الحين تاخذين شنطتك وتين. يعني هاي الاهل كذي. لا ما حد يلمسك بعد الحين. هاي غلط، انا ما اقول لها ردي البيت، هذه بيت، هاي ما في وعي حق الاهل. دائما احنا نعاني من ذي الشيء. كل الاهل المحامين الجهات الرسميه اللي في المركز الاجتماعي، لن اجد جيبي بالاسامي. شفت واحده بس، واحده موظفه ضميرها زين في المركز الاجتماعي، واحده فقط. الموظفين ضدنا احنا وضد الاطفال، ضمائر انتهت. بعد ترى ما عندهم خبره، احنا لا نشتكي من المركز الاجتماعي، ما عندهم خبره يعني. احنا ثلاث رسائل كتبت لثلاث وزراء، فاطمه بلوشي والوزيرة، وكتبت لجميل حميد انقذونا، احنا اسر تدمر، خليني انا، هذه اطفالي انا تدمرت، راحوا انا عندي اطفال راحوا الى الهاوية. يعني انت قصدك استاذ يعني المشكلة ان هي يعني في الزوجة، ان هي تتبع اهلها او ان تدخلات اهلها انهت حياتك. طبعا تدخلت اهلي. زين انتوا ايش تبين؟ هي شنو مستوى يعني، هي شنو مستوى تعليمها ولا شنو هو ثانويه؟ تركي ما عليه بس على اساس احنا نفهم انه شلون تصير يعني الخلافات هذه. انت من الاهل استاذه، انت يعني الاهل والمجتمع. انت ما قدرت تحل المجتمع. الموضوع انت كزوج مع اهلها مع لا ما في طريقه يعني. انت شلون انت كنت باقيها وهو مثلا انت كنت باقيها، الاهل تدخلوا مثلا وحرضوها على ان هي تطلب الطلاق. تقصد كذي؟ خلت لي 43 شرط، اعود لك 43 شرط. اوكي، على اساس ان انا ارجع لك ب 43 شرط. زين هذا ال 43 منهم اشياء ممكن ومنهم اشياء مو ممكن. كل شيء ممكن، انا متمكن من كل شيء. اوكي، ليش ما وافقت يوم؟ ليش ما وافقت على يوم ال 43؟ مو موافق. انت تعالي للعنف، تعالي للطريقه اللي قاعدين، تعالوا خلينا نقعد. اوكي، كل شيء بالحل، تعالوا. أوكي. انا قاعد في مجتمع مجتمع متخلف، ما حد ساعدني. انا تحكيش عندي اسرتي واسرتي، ما حد يساعدني. لا المحامي زين، مع الاسف اذا انتم محامين ما شفنا، ما عملك ما اصابعك ما شفنا محامي زين، ما شفنا واحد من المجتمع زين. كل يوم تشتكي لي اربع شكاوى في المركز. ليش تشتكي يا جماعة يا شرطة يا من يساعدك؟ قولي طيب وش شكواها؟ ها؟ كيدي هي بس كذي بدون شيء. مرة حالق شعر ولدي وراح اشتكي في الشرطة على الحلقة. شوف شلون يو في في أربع شكاوى في اليوم. في زين استاذي، تعالي للمركز الاجتماعي استاذي، المركز الاجتماعي تشوف العدوانية في المجتمع اللي أنا عايش فيه. التحريض موجود، هذه موظفات ياخذون رواتب، محرضين استاذه قاعدين يسوون لنا العنف، هم هالموظفات. انا راح اشتكي حالي لمن؟ انا عايش في مجتمع متقل، انا انسان اسافر شفت العالم كله، مثل البحرين بلد صغير، احنا مسلمين.
إذن أنت لك زيارة في مركز اجتماعي؟ إيه السادة. أوكي، لما تروح مركز اجتماعي وتبي العيال إيه؟ يحرضونهم في شنو مثلاً؟ يقولوا لهم إن ما يبونك أو إن الأب مو بزين، يسوون تقرير للمحكمة، لأن هذا اللي يكتبون مو كل بهم أخصائيات، هذا لبس موظفات. موظفات. شنو مشكلتك وياهم؟ أنا طلبت من الوزراء آخر شيء. أوكي. طرشت رسائل قوية إلى الوزير، قلت له جيب لنا ناس بروفيشنال. ما في، أنا قعدت معهم. مؤهلين. ما في. شايفة الصدقين موظفات سووا بس سووا لي الفتن وقطعوا بيني وبين اولادي وخلوا الى اليوم انا ما اتمكن من اولادي موظفين يسوون تقرير اشتكي عند من استاذه اروح لمن إيه هم مال الجمعيات مال المركز الاجتماعي يجون يوميه اطفال استاذه يوميه تعالي ارجوش ارجوش اذا عندكم ما ارزين استاذه بس تعال يوم الجمعة وتشوفوا العنف شايفة ان يحرمون صلة الرحم بين أب هذا واحد منهم وأنا وكثير منهم شلون هذه الأم تروض بنتها عمر 5 سنوات تسويها ممثلة أستاذة تسويها ممثلة أسد والممثلة اللي قاعدة في التلفزيون 30 سنة أستاذة من قاعد يثقف المجتمع احنا هذا اللي نبغي نوصله لان نقول لهم لما ينفصلون ياثر على العيال دائما يحرضون العيال يا وزير جيب لنا ناس مخطئ احنا قاعدين هذه اولادنا رايحه في الهاويه اولادنا راحوا يصيرون مجرمين من الاولاد يتحكوا عن الطفل من يحمل الطفل انزين انا بقول لك شيء الحين انت وقت الزياره يقول العيال ما يبونك صح ولا لا اي الحين قاموا يسبوني يسبونك إيه؟ انزين انت تقدر تروحك حمايه الطفل تشتكي هناك وياخذون الاطفال حمايه الطفل عندهم ناس اخصائيين يقعدون انا راح اقول لك ايش راح يصير هذا للعيال اللي هم يمثلون ان احنا ما نبي ابونا هناك يقعدون معاهم بالساعه والساعتين يخلونهم يرسمون يبين من طريقة الرسم ان اهما يبونك او لا اما محرضينهم ولا لا كله من طريقة الرسم الياهل العنف اللي عندنا مثلا الام مثلا انا ما اقول لك الكل امهات مثلا تقول لهم الابو مو بزين او تحريض او دي وداخل الشخص او الياهل يبي الابو بس لما تشوفه طالع الام تقول لها مثلا اذا رحتي وحق ابوك في البيت بطقك فاهي اول ما تشوفه في المركز طالع الام تقول لا ابو يطقني معلمتها فذاك يروحون يكتبون ان الاب ودى البنت البيت ورجعها طقها البنت يات تقول طقني لازم يثبتون هي ما هي شو تقول لها مثلا انا ما اقول الكل ترى لحد ياخذ علي ان انا قاعده اقول ان كل الامهات بعض من الامهات يعلمون العيال وهاي انا اقول من قصص واقعيه عندنا ان رحت البيت مثلا ابوي طقني اتي البنيه من عقب 3 ساعات مع الابو اول ما توصل المركز ياخذها تقعد تصيح ايش فيك تقول انا رحت ابوي فراسني ابوي طقني ليش طقتش تقول تصيح ليش الام معلمتها لازم تقول لي ان ذا عشان مره ثانيه تمثل راح اقول لك شنو انت تطلب ابي حمايه الطفل ما عندك وقت للزياره اخذها احمد صاروا كبار حتى لو كبار اذا الحاله النفسيه مع الصغير ومع العود استاذ بقول لك شيء على المركز الاجتماعي اخذيها مني إذا أنت عندك مشكلة ورحتين إلى هذا الإرشاد أو هذا سوولش 10 مشاكل أبقي على مشكلتش ليس سوولش 10 مشاكل لا الحماية ما لهم دخل أستاذة المركز أنا أقول لك خلي المركز روح الحماية الحماية كانوا أطفال وأنا حتى كبار الحماية حق الكل أستاذة ما أقل من 18 سنة أستاذة أنتونا محامين انقذوا مجتمع البحرين كان انا بساعدك انا اقول لك انقذوا مجتمع البحرين راح الى الهاويه الحين كم عمرهم الحين العيال الحين ولدي وصل 16 سنه هذه قبل 3 هذه اصغر شيء يعني اصغر قامت الام ما تجيبه وقلنا لهم وكل شيء قاموا هذا اخر شيء استاذه شوفي استاذه بس كل شيء وصل 16 سنه اخر شيء طلع لنا حكم ما قامت تجيبهم طلعوا حكم انه يباتي معي ليله او حق لي السفره جاي وشتمني شتيمه الولد امام موظفين الحكومه شتيمه وش اقول لك الى اليوم شتيمه وسبيبه ويرفع اصابع علي وامتنعوا عني سوا رجال مع ان انا اجيهم اخذهم باللوت بكل شيء في جهات ثانية قاعد تحرض أطفالنا خلوا أطفالنا هذا باكر أولادي صاروا مجرمين السادة صح صادقك من هو اليوم في المجتمع السادة طلع لي واحد في المجتمع غيركم أنتم المخلصين
وهذا الإنسان اللي سوى لنا الندوة أشكره يعني. ما أشكر أنا واحد في المجتمع. أستاذة طلعي لي واحد في المجتمع. أنتونا هني. أنتونا من المجتمع طلعوا لي في. زين أنت يوم ترفع دعوة تبقي الحضانة كم عمرهم الحين هما؟ الولد لازم يكون من 9. مستقى الحين رجال صار. ما علي ليش ما طلبت الحضانة؟ ليش أنت ما؟ طالبني أستاذة. وهذا إنسان قاعد أطالع مصلحة هذا الطفل. أوكي. إنزين. احنا استاذه في المركز الاجتماعي تعليمتين بس وشوفي بس استاذه المفروض المحامين يجون في يصير عنف العنف من يتاثر فيه استاذه الاطفال من الى الاطفال انت تحكون عن حقوق الطفل وين حقوق الطفل استاذه استاذ بس لما انت انفصلت عن الزوجة انا ما انفصلت استاذ ليه ما انفصلت احنا في القضيه جينا لهم يعني ما ما في طلاق بينكم لا طالع من البيت وحاطه شروط استاذه ما رده قلنا للأولاد ترى يا أولاد أنتم صرتون الكبار هاي قبل كم سنة صرتون كبار صرتون رجال روحوا قولوا لأمكم إذا تبى تطلق بس إجي تخلي أنت كطفل أنت صرت رجال اليوم مستقل تقدر حتى تسافر أنا في سنة كنت أسافر أتاجر وهذا صرت رجال بينك وبيني لا تصير أنت فرضا لا تصير لا تتضرر أنت خلنا يا ولد المحبة تصير يصير كل شيء أنت عايشين في بيت واحد؟ لا حين قاعدة في بيت أبوها وما في طلاق ما في طلاق قلنا له تبون مش تطلق تطلق روح أنت أنت يا ولدي صرتون رجال ما نبي لأن المجتمع إحنا غسلتنا إيدي منك أوكي أوكي كم سنة هي في بيت أهلها الحين الحين 12 سنة استاذ أنت ليش ما أنت العصمة المفروض تطلق يعني شو المشكلة المشكلة استاذ قلنا لها بس قلنا لها وقلنا للأولاد تعالي بس خلى هذا الولد يصير بينش وبيني يقدر اي وقت يحب يروح ليش او هذا وخلي الامور تستوي وديا الا استاذه لازم بالمحاكم شو اسوي استاذه من يساعدني استاذه ما حد يانا ما حد يانا اقول لك اذا واحد صابت مشكله في المجتمع زين الحين هو 12 سنه 12 سنه على هالحال وانت مو بمطلقها يمكن هذه يزيد الطينه بله لان هي تحس انها تبي تطلق وانت ما تبي تطلقها استاذه احنا جينا بالاشياء الوديه تعالي يا استاذه لا انت تبدا ترمي عليها الطلاق اذا هي راحتها في الطلاق واذا العشره صعبه بينكم ايه لا يتطلق يروح المحكمة متزوج يروح المحكمة على ذمتك غيرها لا 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 بس يعني غريبة ان 12 سنة وهي طالبة الطلاق عندها شروط او طالبة الطلاق وصار من الصعوبة انكم ان تستمرون وفي اطفال يعني خلاص المفروض ان شيء يصير في المحكمة وانت يعني واضح ان انت قاعد تعاني وانتو حنتو ثلاثة ترى متضررين الزوجة متضررة والاولاد وانت مع ان هاي الحل يقدر تحل انت في ايه من 12 سنة انت صاحب العصمة اي صحيحة السادة وهذا الاطفال 12 سنة الأطفال أحسن ما علي الأطفال لحظة أنا لحظة بوصل نقطة إحنا اللي قاعدين نبي نوصله حق الطرفين المرأة ولا الزوج الأطفال بيعيشون سواء أنتوا انفصلتوا ولا أنتوا متزوجين إحنا ما نبي نحط العيال سبب شوف أنت 12 سنة العيال انحرفوا وكرهوك ما حصلت نتيجة أنا أقول لك في 12 سنة أنت منفصل كان حتى الزيارات صارت أحسن الأم خلاص عرفت أنك أنت طلقتها بالطيب وما سوي حاطت عليها شروط وما خليتها 12 سنة وكانت خليك العيال يجونك هي حاطة في بالها حقد أن أبوكم معلقني 12 سنة أنه ما طلقني وأنا ما أبي أرد فطول ما أبوكم ما يطلقني أنتوا لا تروحون له هذه المرأة لازم تسوي ليش لأن هي داخلها فيها غل هي 12 سنة وأنا مرة مثلها أقول لك أنت ليش مخليها 12 سنة إذا العشرة مستحيلة من أول شهر شهرين ثلاثة حط أحد يصلح بينه وأنت تقول ما تم أحد ما كلمناه عشان يصلح بينه خلاص هذا الشيء مو معناته أن أنا دستور أن أنا خلاص ما في طلاق أقدر أطلق وعيالي يعيشون معي أحسن عيشة ياما المطلقين عيالهم عايشين أحسن من اللي متزوجين الطلاق مو مشكل أنت الحين تقول أنا عيالي في عنف وعيالي ما أشوفهم لو أنت مطلق كان تشوفهم أحسن كان يرق قلبهم لك تشوفهم أحسن حتى لا بالطيب لأن طلقها بالطيب حتى هي تتعامل معه أحسن لا بس بعد في قانون سن مقا يقول لك القانون هو أبوه ما يشوفه إيه بس أحلى مزوجين هو مو مطلق ما يشوفه من اليوم بس معه في شروط استاذ ما قالت ليش في قوانين
لو كانت أنا قلنا لها بس هذه خلي الحضانة بينش وبينه بس هذا الشر تقدر لا الجعفري الحضانة الولد من 9 إلى 16 سنة من عنده سنوات. من 7 سوري البنت والولد من 7 إلى 16 الولد البنت ليه 9 من 7 إلى 9 هذه لو أنت انفصلتوا إنزين الحين أنتوا متزوجين والعلاقة بينكم مع بعض الحضانة بتكون عندك وعندها مع بعض ما لها حق هي تأخذهم هي ما تطلقت حضانة بينكم الاثنين فأنا مستغربة إن أنت ما تشوفهم تسافرهم يوم واحد يباتون يوم واحد على أي أساس وانتوا العلاقة الزوجية قائمة بينكم. قل أستاذ إحنا جينا بالطرق يعني الودية تعالوا خل ما في مجال أستاذ ورا 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 تعرفين عن وش كل شيء. زين أنت ممكن تتصل تتصل. خلي يتصل. ما في عنده حل غير الشكاوي فقط. ما علي أستاذ أكو عندك الرقم. وعطيتك البطاقة الصغيرة اكو حطيتها لك وين اتصل فينا انت احنا ممكن ناخذ موعد ونكلمها نشوف شنو نقدر نسوي هذا مع باسم بعد يعني انا تجربتي شبه مشابهه يعني مطلق انا مطلق اوكي فتجربه فهذا اكسبيرينس بعد ان انا انت صغير يعني اوكي 5 سنوات زواج اوكي ثمر بنتين اوكي زين تدخل الاهل سبب رئيسي تركت برا البيت بدعم من 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 الاهل يعني اوكي هذه وزيدكم من الشعر بيت احنا اهل اوكي بالخالد احنا اهل اوكي الاهل هو المصايب روح بعيد سالك وديا والله ما شافت ولا شيء ولا في قضاء طلبت تركتك برا البيت الحين هي وعندي طفله وحامل على وشك بتولد والحين في بيت اهلها ايش العمل تكلم ناس ما في فايده طبعا احنا انشتمنا غلط علينا غلط على الام وعلى الاب كلام ما ينقال صح مجلسكم هاي طبعا كلها بادله انا عندي دوكيومنتد ريكوردد اوكي زين شو المطلوب ما في مبرر على خروجها ما في اي شيء قالت ما يفتحنا فقط ما موفر سكن مستقل ورحنا للارشاد الاسري اوكي بتقرير كامل انا قلت بالعكس انا سكني مستقل وانا مستعد اوفر كل شيء مع ذلك استغرب اصلا صار عبد الله المقابي استغرب لما سوى التاخير كان ما عندها سبب اي ما في سبب وقال لها قال ترى لا يروح ترى بيرجعونش ما في سبب مقنع ليكون صلح ما كان في صلح راحت ايش سوت اثبات حضانه وان تبي نفقه زين المحكمه طبعا في الكلام كانوا يقولون ان انا ما انفق وان ما موفر انا كزوج كل مسؤولياتي وانا عندي كل الارصده مال المدرسه وان موفر سكن مستقل لكل شيء بس المحكمه حكمت لها بالنفقه واثبات الحضانه ايه اوكي اوكي هالاثناء وديا تم اتفاق على اساس ان في الويكند بنتي 3 سنوات ونص في الويكند وياي ايام بس هاي مو مطلقين اوكي مو مطلقين الفتره لحين مو مطلقين في بيت اهلها بيت اهلها وتاخذ نفقه بالمحكمه لا هي تقدمها على البنت لا لها حق هي بعد اي بس اذا هي طالعه من البيت بدون سبب ما تستحق ما بالضبط صارت ناشزه ايه تمت في بيت لا انت رفعت دعوه عليها ما رفعت على اساس انا راح افهمك بكلمه الناشز وايد اسمعها ناشز الناشز ما تصير الا اذا رفعت دعوه رجوع صح وما رجعت في التنفيذ طلبتها ما رجعت هاي ناشز بس بقول لك السيناريو انا على اساس اهل انا عمري ما رفعت قضيه هي اللي رافعه اثبات حضانه ونفقه فتم الموضوع 14 شهر 14 شهر ما في دخلوا اطراف ما في فايده ما في فايده شو العمل طلبت رجوع للقطاع اوكي حينها اوكي 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 رجعنا الموضوع في المحكمه تعال الحين انا 14 شهر ما رجعت اجبر شخص يجبر وياي بهالتعامل وهي تقول انا وليت امري والاب يغلط علينا وانا ولي امرها يقول الشرع ابوها بس شو السبب بس بدون سبب انا يعني بعرف شنو السبب لحد يوم شنو السبب وهي حامل ما زالت وراحوا المحكمه قالوا عليه واجد اشياء شنو في المحكمه قالوا نفقه
بس النفقة معناها ثاني يعني قلت لك اذا نفقة تشتغل قالوا نفقة وقالوا تعال ادفع نفقة وادفع كسوة العيدين وها حتى ذي ما راحوا اللي هو اثبات الحضانة وين اللي عليه انتوا رايحين محكمة زين طيب شو الحل اثبات الحضانة صارت و بس الحين رجوع بيت الطاعة قلت أنا الحين درست الموضوع قلت لها هي شنو صار ما أقدر أجبر ما أقدر أجبر شخص يعيش وياي فأنا قلت خلاص إذا قرارها نهائي بترجع أهلا وسهلا حطت لي شروط تقول إن أهلي بتدخلين وإن أهلي دي بترجع بشروطها أوكي أوكي شروطها شنو هي شروطها هي تقول تبي سكن مستقل أوكي هذه من حقها لا من حقها سكن مستقل أوكي دي خلاص يعني متوفر السكن لا هي بنفسها تقول لك لا مو على كيف المحكمة تحكم تضرش لجنة والمحكمة تشوفها من هذا المنطلق من هذا المنطلق وإن تركت إن عينت أبوها وكيلها هو اللي يسير حياتها زين وإن أخوها أخوها بعد وكيلها يمثلها يسير حياتها هي ما تقابلك الأبو يقابلك عارفة هاي الغلط اللي يسوونه عارفة تشجيع أنا وازنت الأمور قلت لا تسريحهم بإحسان امساكهم بمعروف أو تسريحهم بإحسان أوكي أطلقت أوكي طلقتها ساءت العملية أوكي الغيظ والكره والتحشيد زاد هاي وايد يصير تطلب الطلاق ولما يطلق تقول له أنا زوجته وباعني وهي حق قاعدة 14 شهر وما تقول شيء طبعا هلا أثناء طلعت نفقة مبلغ بسيط كنت أصرف أضعاف هذا المبالغ على بنتي وكان قلت ليش في اتفاق ودي بالمحامين ان في الويكند بنتي معي لما صدر ذا الحكم الطلاق ما شفته ما شفته لا لا ذا النفقه ايه؟ مبلغ يعني تافه ايه ايه؟ وازنوا الامور قالوا لا هذا الاتفاق ما بيننا يتكنسل تدفع نفقه وقدرها 200 دينار والله هذا الاتفاق اللي بيننا يتكنسل عشان ما تشوف بنتك اوكي امور ماديه اوكي اوكي زين قرار محكمه يلزمني زين ما يصير كذي قالوا لا كذي والله ما تشوف بنتك تساومه والله ما تشوف بنتك مساومه والله ما تشوف بنتك هذه واحنا اهل هلا اقول لك لما تاخذ الحضانه صار حب تملك ما تعطي الابو هاي اللي تكلمنا عنه الحلقة اللي طافت تكلمنا عن الحضانة. لا ما في تهديد أنا ولي أمر زين ما حد يقدر يمنعني إني أشوف بناتي بنتي بشوف. للأسف طلع. للأسف للأسف ايه؟ إن المحكمة ما تعطيك إلا إذا هي وافقت يعني إحنا نرضك حق هالاتفاقية وتدفع 200 وتشوف بنتك وتبات عندك وإذا رحت المحكمة تعطيك 4 ساعات للأسف. هلا صار. للأسف. قلنا رحت عن طريق الزيارة طلب زيارة. طلب زيارة زين. 4 ساعات. أعطوني 4 ساعات نسمات فضلتي إيه عارفة زين من 4 إلى 7 خلاص هاي المحكمة زين تروح البنت صار تحشيد كبرت البنت زادت هذه الساعات صارت من 10 إلى 7 أوكي يتي البنت مشحون محشحونة كره ما تسلم ما كانت ما تسلم ما تب مو بس انا لا امي لا ابوي زين هاي الام من المضر الحاله النفسيه تزيد ما تعرف انا قبل الطلاق وقبل الذي رسلت لها رساله وديا راجعي امورك شوفي ترى المتضررين اولاد وهذا اللي احنا نقوله هذا اللي احنا نقوله شنو كل يوم انا استاذ اشوف احنا في المركز الاجتماعي وانا وحالاتي كثيره عشرات استاذ حالاتي كثيره انتم نروح ركزوا على الطفل اتركوا انت الكبار احنا هذه تركيزنا قاعد نقول لما يصير الطلاق احنا نقول ليش نبي الطلاق الامن الطلاق الامن ما نسوي الطلاق الامن استاذ لازم يصير باتفاق الاثنين على كل شيء اتفاق الاثنين ثقافة المجتمع ما ميش ثقافة المجتمع ما عنده اليوم التوعية ما ميش ثقافة دائما البنت تشكل هي ما تطلع في الصورة الأبو يحط الشروط هاي الغلط أستاذي من يرشدنا اليوم في المجتمع أستاذي أنتوا اليوم قاعد ترشدوني طلع لي واحد في المجتمع جيب اسمه ما في انتهت لا هاي هذه دور الإعلام يبي دور الإعلام ويبي دور الجمعية الأطفال سمعوا يا جماعة
تفضل. الاطفال استاذه ندري احنا هم الضحيه العيال احنا نرتكبها استاذه اكبر جريمه نرتكبها احنا الكبار في دم الاطفال. اليوم الطفل تعالي في المركز الاجتماعي يقعد مسكين يبكي يشوف امه وابوه يتلاطفون مو مسكين يقعد يبكي ما يعرف شو يسوي. هذه اكثر خطوره من الظلام. وين استاذه روحي روحي انت في اي دول العالم استاذه روحي في دول العالم ممنوع براوش التخلف اللي عندنا هني في مجتمعنا. دول العالم لو يسيئون للطفل شوفي عندهم الكبير والطفل هذا خطوط حمراء. احنا هني انا انسان كبير وصلت اليوم بوصل الى 70 ما انا محترم في المجتمع ولا عند الناس. الطفل كذلك أخس مني كان أنا أدافع عن نفسي هذا مسكين الطفل يتألم وباكر بيصير مجرم. وهذا الرسالة اللي أنا أقولها بدمتكم كلكم إذا ما توعون هذا المجتمع وتصيرون آلة للمجتمع. والله إحنا دورنا المجتمع وصل إلى الانحطاط ما في شريف في المجتمع. إحنا كجمعية قاعدين نسوي زيارات حق التجمعات النسائية والأمكان أيضا يعني نحاول يعني بس ما حد يعني إحنا نحاول إن نشرح لهم إن نشرح لهم على القانون ونحاول نفهمهم اللي يعني أستاذ اليوم القانونيين هم القانونيين بين وبينش يعني رايحين للمادة ما في صح ما عندك فلوس عندك فلوس مو كلهم أستاذ اسمحي عندك فلوس قضية هذا أو يسوي ليش الفتن يسوي ليش علشان يكسب فلوس راح الضمير. ما أنا ما أقول لك لا أنا معاك في ذي الشيء يعني في ناس في محامين وصلنا إلى لو الاثنين يبون يردون المحامين ما يرضون احنا نواجه قضاء محامين في المحكمة احنا وش ديانتنا اسلام محامي بس يدور الفلوس احيانا في ديانات فارغة لا هو يبي يتفوق عليك يكتب القضية سادة سمعتين عن زواج الماروني زواج الماروني سمحتون عنه؟ لا والله لا زواج الماروني زوج خلاص هذه زوجتك الى النهايه ما في طلاق ما في مشاكل الفوديين وكل البشر يعني احنا عقدنا نفس الشيء عقدنا ما له نهايه استاذ هني هو استاذ يعني بس انه ما يعرفون هو استاذ يعني انت لا تخلي بعد اللوم بس كله على المراه بعد يعني هو ترى هو الطرفين يعني هو الاثنين تدخل الاهل صحيح بس تدخلهم اذا تدخلوا الاهل ما عليه ولدهم اللي يخرجون اي ما عليه احنا نتكلم عن الاخ الحين مثل ما قالت الاستاذه 12 سنة لو انه هو حل المشكلة هذه ما عندي مجال استاذ انا عندي مجال انا ابغى تجربة قدامش انا ابغى 14 شهر يعني وش اللي لحظة وش اللي وتبدا ويكون في حل ابغى اسويه استاذ بس ما في احد يكلمه ما في احد يكلمه ما عليك خديجة انت لحظة في ايدك الحل ما عليك خديجة لا خديجة لحظة شوي أنا راح أقول لكم شنو الموضوع. إحنا دورنا كمحامين إحنا نوعي بس إحنا نبغي أحد يجينا لما إحنا نعلن إن في محاضرة أنا ما أشوف أحد يجي إحنا نطلب استشارات مثل يعني إحنا حطينا استشارات مجانية ما حد قاعد يجي يا السادة شوفي أنا مسافر حول العالم في كل بلدان العالم عندهم مكان يعني إرشادات للمجتمع. إحنا مجتمع مو إسلامي. أنا أعرف والله جتني واحدة طفلة 18 19 سنة دوم خاطبة في 3 أشهر اتطلقت. روح تشوف الأطفال يتطلقون يعني هذه وش مستقبلها هذه الطفلة؟ ليش اتطلقت؟ ليش ما يسوون مكتب انتونا كمحامين سووا مكتب هو مايون والله يعني قبل الزواج سادة يسوونه هو ما يبي توعية الأطراف. أنا عندي حل التوعية اللي يبي التوعية حق الأهل. أنا مو مع نوعي الأولاد والبنات قبل الزواج لأن نوعي أهلهم الأول. أنت لما تعطي توعية حق الأم والأبو أنت يا أم بتزوجين ولدك طلعي عنه بتزوجين بنتك طلعي لا تتدخلين. لازم اول شيء الام والابو يعرفون انهم ما يتدخلون وبعدين نسوي حق اللي بيقبل على الزواج استاذ انتم كمكتب او كضمير يعني
ليش ما نسوي مكتب او مدرسه كذي صغيره صغيره وتروحون للسلطات العوده يعني او القضاء وهذا الزامي الزامي يجون يثقفون هذا وهذا على اساس ان الدوله يتزوجون طبعا الدوله الدوله حتى رجال الدين لها دور كبير ما علي بس ممكن لحظه ممكن شويه انا وحده عن نفسي رحت وطالبت وزير العدل وتكلمت ونزل جرايد ونزل تلفزيون ممكن تدشون وتبحثون دائما اطلب مشكله الحضانه ذي اللي تقولها واكاهية اي محاضره اروح دائما يطلبون عني الحضانه وانا عارف ان اصعب شيء فتره الحضانه لان الحضانه ذي مشكله انتم تربون اجيال واذا انا شحنت العيال هذول باشر يطلعون مو اسوياء مجرمين فهذا اللي ابي توعيه حق اللي اول شيء الاهل وبعد المقبلين على الزواج وبعد حتى المطلقين بعد لازم يصير لهم توعيه لان انا من اتطلق اخذ العيال واشحنهم 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 واهدهم هاي لمتى ابوكم في ابوكم في ابوكم في هاي غلط ونفس الطريقه الابو اي نفس الطريقه الابو في وفي وفي فهذه غلط هذا اللي ما يتحملون ما يتحملون احنا نبي نربي جيل استاذ الحين في جميع دول العالم تركين نحن كمسلمين يعني متخلفين مع الأسف يعني هالكلمة واجد عودة روحي في أي دولة إذا صار ضرع على الطفل سحبوا الطفل إحنا موقعين على قانون حماية الطفل إحنا واقعين السادة حماية الطفل إحنا واقعين أزل انتهاك هني إلى 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 انتهاك حقوق الطفل إحنا من الأهل أطفالي متضررين بانتهاك حقوق الطفل من الوالدين الوالدين هم المجرمين بس عفوا بس انت اللي تقول بعد كبير شلون ما عليه ما عليه عطنا رقم اتصل فينا 12 سنه قاعد بس ما اتخذ قرار المفروض خلاص يعني واضح انت الاخ عندك مشكله اكو عندك الرقم ممكن تتصل فينا على اساس بس نضيف شيء يمكن يفيدكم بس على اساس ناخذ اي لا لا في وقت انزل بس خلينا ناخذ ونرجع لك يعطيك العافيه استاذ الله يعافيك بس اسمح لي مداخلة المرأة أول ما تدش المحاكم الشرعية تروح شنو المحكمة المستعجلة اي نعم تصدر حكم نفقة مستعجلة اي نعم فورا تروح تنفيذ اي نعم خلال شهر يقضوا على الزوج الفجر يودون المحكمة اي نعم اي نعم وتبتدي المشكلة من هني من هني تبتدي المشكلة من هني أنا معك ما يرضى يطلق أنا معك بعدين نروح شنو يبي يرفع دعوة نشوز اي زين هي تستمر ممكن سنتين اكثر على ما يجيب شهود على ايجار على اجازه رفع الاسعار رفع الاشياء وتطول والزوجه هي بعد تتعمد تحط دعوه نشوز حق شو تستفيد من المبالغ اي نعم هني ما يصير هني ما يصير طلاق امن هني يصير دمار شامل انا عارف اقول لك ليش المراه تروح تلجا لذي الشيء هذا الشيء المراه ليش تسوي وسيله ضغط انا من اخذ منه مبلغ بيصير عليه مبالغ بيطلق صح دائما هي تفكيرها كذي اول شيء وبعدين انا اقول لك مو بكل المحامين لحد الحين قاعده اقول في بعض المحامين يعطون نصايح غلط حق موكلينهم تبين تطلقين اول شيء سوي له كذي والحكم المستعجل في خلال اسبوع يتنفذ وسيده اوتوماتيكلي يروح قابض حتى لو هي ما تطلب لان ذي من التنفيذ هو على طول يطرشون لك احضاريه تعال عليك حكم انت موجود في الجلسه وتدري ما تحضر قبض قط تعميم هذه الاشياء تسويها هو المحامي الشاطر شو يسوي اذا هي عندها مشكله المفروض يتصل حق الطرف الثاني يقول له تعال اقعد مع الاثنين احاول احل مشكلتهم احاول احل مشكلتهم ما لازم اوصلهم للطلاق بس المشكله في محامين يبون يشتغلون في محامين يبون يشتغلون يقول لك حتى احنا كمحامين نطلب من مسوي تسويه يقول استاذه انت تبي تخسريني خليها ترفع عشان تدفع لي اتعب والله بدي الكلام يعني بدل ما ترفع دعوه يقولها خليها خمس يخليها خمس ليش يقول بحصل من دي ومن دي استاذه خلينا نشتغل اقول له انت تبيع ضميرك خلينا احنا نحطهم في قضيه واحده واخذ اتعاب واحده مره واحده مالها الخمس خذها مره واحده فانت بتاخذ انت مو ببلاش يقول لي لا لا استاذ انت وراك الخساره خليك هاي كذي في بعض المحامي يبي يشتغلون ما في ضمير حط الضمير يبي يربي رحم الله والديك في انا وياي يواجهوني هنا لما نوصل في هالمرحله هني في مخالفات شرعيه صامحيني على وجهك تفضل لما يحضر الزوج عند القاضي الشرعي يقول له هي ناشز او طلعت او خرجت من منزل الزوجيه القاضي ما ينظر في الموضوع
نقول ايش؟ انا عليا مظاهر الامراض في عقد زوجي خلاص فورا. اي نعم. هي تستلم فلوس حرام اذا كانت ناشز. ايه. مو هم كذلك عليه مخالفه زوجيه. لا ناشز اسمعني. شرعا بس مو حكما. ما انا عارفه شرعا. هو المشكله النفقه تحصلها الزوجه طول ما يكون في عقد زواج موجود. لكن شرعا اذا هي طلعت والزوج ما حصل حقوقها الشرعيه تعتبر ناشز شرعا. بس نتكلم عن القانون لازم يرفع رجوع بيت الزوجيه. اذا ما رجعت بيت الزوجيه في التنفيذ تعتبر ناشز تسقط حضانتها بقوه القانون. نتكلم شرعا. شرعا اي شرعا. هو حرام عليه ان يعلقها. اكيد اكيد اكيد. تصير مشكلة بعدين حتى الجهال يضررون. أكيد. إذا شو الطلاق الآمن؟ أفضل شيء يروحوا لقاضي الإجراءات ويطلقون حسب ما تفضلتي. أي نعم. أي نعم. بالاتفاق بالاثنين. أي نعم. ثانياً حتى لو راحوا المحاكم كم محكمة عندنا؟ ثنتين شرعيتين جحريتين وثنتين سنيتين. أي نعم. زين. شنو الأفضل؟ حسب وجهة نظري ما يزيدون عدد المحاكم. الافتوفيق الأسري. يبي. خلا إحنا ما نبي زيادة. إحنا نبي النوعية. نبي النوعية. الشيوخ المعدولين اللي يزوجون المفروض يعطونهم صلاحيات طلاق اتفاقي. في المحكمة عندنا قانون قاضي إجراءات. لا الشيوخ يطلعون برا يروحون لهم بيوتهم مثل المفترض. بس هذه صار. يروحوا محكمة المشكلة تكبر. سامحيني على. فاهمة بس تعرف لأن تموا ناس تطلق برا وما يوثقون. فأحد لازم من المحكمة لازم يكون الدفتر في المحكمة على أساس يعرفون نسب الطلاق. حاسبون المعدونة وحاسبون اللي طلق. في ناس وايد تم التجارة بعد. بعد في شيوخ يطلقون بفلوس. لأن حتى لو زادوا عدد الموظفين الأخير بيفقدون السيطرة. مثل إدارة التوثيق اكو سووا موثقين خاصين يطلعون للبيوت. يعني تفكرين عقب 10 سنوات. على هذا أنا بفلوس بعد عشان ما يضيعون عليك الوقت تروح تصطف الطابور وتاخذ رقم. صح. تروح تدفع 20 دينار وتاخذ الوكالة نفس الوقت. الشيوخ برا يطلقون بس المحامين بيتضرروا وما في قضايا. لا بالعكس لا لان حسوا ان في قضايا يطلقون ما في شيء موثق هيضيع حقهم. لا اي بس حاسبني لو ما شافوا ذي ما وقفوا. صح. عندك شيء تبي تقوله؟ ما علي شمر. انا عندي حكم بالزياره ما يتنفذ بارض الواقع. عندي تقريبا قرابه 3 اشهر. اوكي. ليش؟ شنو عندك؟ هي الزوجه تجي. ايه تجي. اوكي. البنت ترفض. اوكي ما يقدرون ياخذونها بالقصر. بالضبط. ما في شيء بالقوه الجبريه. ما في شيء بالقوه الجبريه. تجي محشوله. اي نعم. تقول ما بعرف مع ابوي. والقانون يقول لك 14 15 دقيقه وعقب تقدر تمشي. انا زيارتي احنا فوق 9 ساعات. زين ما في الا في البيت يعني. بس تجي كذي ربع ساعه وتمشي خلاص. لأن ما في بالقوة الجبرية ما يقدرون يأخذون من يقدر ينفذ لي حكم قضائي؟ أي جهة اللي تقدر تتعامل معه؟ حماية الطفل؟ لا ما يجبرونه حتى حماية الطفل ما إذا شافوا الطفل إن الأم الدرس أنت وديت حماية الطفل يبين من 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 العلاج حقه يبين الأم تحرضه. الإرشاد لا ما لهم دخل ما في أخصائيين حماية الطفل. فخره حماية الطفل جزء من حماية الطفل نفس الشيء نفس ما تفضلتي. سوينا اجتماع قاضي التنفيذ ان يلتقي الاب مع بنته. زين شكرا دكتور. شكرا على مداخلتك. يلا مشكورين. نفس ما تفضلتي ترسم وبين من التقرير مو مشحونه ولا شيء. زين فرض الواقع ما تتنفذ زياره عندي فوق 3 اشهر. لا ما في بالقوه الجبريه. شنها إذا هي ما يابتها تقدر تروح المحكمة الموضوع وتشتكي عليها مرة ثانية ويشيلون الحضانة من عندها يعطونها حد ثاني. لا إذا هي ما تجيبها تروح محكمة الموضوع اللي أصدرت الحكم وتقول لهم إن ما تجيبها يسقطون حضانتها. الأم تجيبها. إيه. بس الزيارة الفعلية ما تتنفذ من البنت. ما يجبرون. ما يجبرون. زين بكرة صارت سن الحضانة اللي تنتقل عندي 7 سنوات بعد ما في شيء إجباري؟ لا أتي لك. اذا في الحكم لازم يكون جبرا سبع سنوات تجي عندك تاخذها من تنتقل.
اذا البنت ما تبغى لا يا اخت تنتقل 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 من الابناء في اي جهه لبنتنا في لا هذه سن حضانه هاي مو بزياره سن حضانه بقوه القانون البنت عندك تنجبر تنجبر اي هذه بقوه القانون مو زياره انت عندك الحضانه ذي الفتره عندك ذي الحين تتكلم عن الزياره عندك فتره حضانه عندها هذه ما يجبرونها في الزياره بس حضانه يصدر لك حكم وتاخذ الحضانه بس لازم تطلب عشان يرفع دعوه ترفع دعوه لما يصير عمرها سبع ترفع دعوه على اساس يسمونها انتقال حضانه الى الاب اذا ما رفع الدعوه ما تصير اي لازم دعوه توقف اي خلاص خلاص تتوقف يعني ما تتركون فرضا السلطة أو القوة أو فرضا هذا تتركون ودون الاجتهاد العليا تقولون هذا مجتمع دمرت لما أم تشحنها على هذا والله نقول والله نقول والله نقول وإحنا نعاني من ذي الشيء لأن نشوف بعيوننا نشوف ذي بعيوننا إذا وش تنظرون يبي توعية يبي توعية يبي توعية مستقبل بحرها المجتمع الصغير الإسلامي وش نظرتكم للمستقبل إحنا وش بيصير لأولادنا أستاذة أو هذا الطلاق هل بيرتفع أو بينزل مرتفع أو تقاطع أو مرتفع مرتفع نسبة الطلاق لا الطلاق مرتفع وايد مرتفع نسبة الطلاق مرتفعة كثير لا أنتون كمحامين أو يعني ناس أول ناس اللي عندكم الإنسانية ما شفت أنا غيركم يعني وش يعني ما تقدرون ترفعون تقارير لا لا أستاذ في غيرنا في بس يمكن أنت ما شافيت ما شفت يعني كل الجمعيات عندهم مجلس الأعلى للمرأة حتى الجمعيات النسائية لا الجمعيات النسائية عندهم مراكز للعنس عندهم بس ما طلعوا يعني ما في لا ما علي بس عندنا ما في ويقصد يطلعون لهم ما علي احنا الحين جينا سوينا الندوة يبقي احد يطلع ثمرت الندوة احنا سوينا هاي الندوة نشكركم يا أستاذة تطوعتون وجيتون وشي يعني لا احنا ما يسنا سوينا هذه الندوة لان حاسين فيكم انا وحدة حاسة فيكم يا الريال مظلوم يا المرة مظلومة وفي نفس الوقت الاثنين العيال في الوسط يعني هو اللي يسوي مثلا يظلم الزوجة هي تحط الحرة في العيال اذا انت ما طلقتها هي تروح تأثر على العيال هذه مشكلة اي ما علي ما علي ما علي بس كان اقول لك يبقي هذه التوعية حق الام مو هي زوجتك حق امها امها وابوها لازم احنا نوعي الكبار على اساس هم لما عيالهم يتزوجون يعرفون شلون يحلون مشاكلهم عفوا استاذ ممكن لو سمحت ممكن لو سمحت شويه احنا مضطرين احنا ننهي الندوه هذه على اساس انه في تسجيل وبعدين ممكن نقعد بعدها ونواصل الحوار فيما بيننا نشكركم ونشكر الاستاذ فاضل على فتح المجال ونشكرك والله بالعكس احنا نتمنى عدد اكبر يجي كنا نتمنى بعد بس مجتمع البحرين ان شاء الله ممكن هذه الاشياء اذا طلعوا ناس من فلاتكم يعني الله يخليك تسلم شكرا احنا في اتفاقيه بيننا ان كل مكان بنوصله بأي طريقة وأنتوا لو عندكم أي مجالس تبغينا أنا عن نفسي ما عندي مانع أي واحد عنده ميلس أي واحد عنده في مكان حتى لو في بيته وعندكم مشكلة أنا مستعدة أطلع ما عندي مشكلة إذا تحلوا مشكلتي لكم عطني التليفون وبكلمها أنا ما عندي مشكلة.